السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا محمد بخير؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، انت كيف الأمور؟ الحمد لله اخي، شي مزيان؟ الله يبارك فيك. كي داير خويا عبد الفتاح؟ احنا عدي سيدي، مرحبا مرحبا بك. نهار كبير هذا، الله ييسر. الله راح تلبس الدعوة بعدا. شكرا شكرا لك شكرا لك، مرحبا. شنو صيفطك في رمضان؟ الساعة ما كتبش حتى لدابا عاد كتاب. ايوا خير ان شاء الله. هذا رمضان شويه كانت الوقت ضيقه، وكانت صراحه كما شتي بزاف ولينا اشتغلنا بزاف، الوقت كيدي بزاف الكلوب هاوس بحكم الطريقه اللي فيه ديال تبادل الافكار، وبزاف ديال الاخوان يعني تعرفنا على بزاف ديال المغاربه بزاف. هذا رمضان كانت نقاشات صراحه كانت مهمه جدا، وبزاف ديال الناس كيستافدوا. الناس اللي ربما مازال ما التحقوش دابا الان راه طلعوا واقيلا في الاندرويد، ما نعرف تجربتك انت لهاد الايام هذا، فاش التحقتي اش نظر لك، واش تقريبا قدرتي تستفدتي شي حاجه ولا؟ صراحة دابا دخلت وقتها 3 أيام تقريبا. نهار الأول كنت ضايق فيه، ما عرفت فين ندخل وفين نخرج. صراحة النهار الأول ما عجبنيش، فهمتي، قلت هات خربيقة وصافي. فهاد يومين هادي بديت نشوف أنك ممكن تستافد، خصوصا وقتها خصك تبقى ديك الكلوب اللي مزيان لك على حسب داكشي اللي باغي نتايا، فوالا، وخص وممكن تتابع أنك الناس تسأل اللي سؤال. تقدر تستافد منهم، باش هو الالغوريتم اللي بدا يطلع عليك لي روم اللي فيهم المواضيع اللي هي تقدر تستافد منها. وحتى بالنسبه لي كرياتور، ممكن انت تخلق الكلوب ديالك وتبدا تانفيتي الناس وتشوفوا هذا يتابعوك الناس، كل ما كتبارتيسيبي وكتهضر وكيعرفوك الناس باللي راك في مستوى عندك ما تعطي، راه الناس غتتابعك. وفاش كدير مواضيع ما شاء الله، دابا قبل راه من تقريبا على كنظن من الخمسه د العشيه حتى لدابا، وحنا في واحد الروم تقريبا كانوا 150 بين 100 100 وشي حاجه ديال الناس اللي كيجيو وكيطرحوا، كيكون تبادل وكتكون افكار وكل شيء. دونك راه شي حاجه اللي هي مهمه جدا بالنسبه للناس نيت فعلا خصوصا واحد ديال الروم اليوم، المحتوى. حطيت واحد السؤال وتقريبا جاوبوني 5 الناس ولا 6 الناس، كل واحد عطاني فكره. واحد فيهم كاع صيفط لي في الانستغرام وقال لي شوف هذا هضر معاه على بدات الفكره هذه، يعني دخل واحد اخر معاه. صحيح انت القضيه صحيح، شتا مزيانه صراحه، هادشي اللي عجبني انه اذا عرف شي واحد يقدر يعاونك تمشي يوصلك ليه. مهم حتى بالنسبه للناس اللي كيديروا البيزنس، وهذا ممكن تحط الانستغرام ديالك الناس يتواصلوا معاك في جميع المجالات. ما نعرف شنو ظهر لك، شحال ديال الوقت تقريبا باش يلتحقوا الاخوان يبداو معنا من الاول؟ شنو ظهر لك؟ ممكن تبقى كاع ولا ما كاملاش ونبدا صراحه غنديروا السيف اللايف. داكور داكور. ايوا في نفس الوقت انا بالنسبه للناس اللي مازال ما عندهمش لانفيتاسيون ولا ما لقاوش اللي يدخلهم الكلوب هاوس، فانا في ستوري راني عندي واحد الكلوب سميتو بيزنس اي كوميرس فرونس، وفيه فاش كتكليكي من هذيك تقدر داك اللين تقدر تقيد وتدخل سميتو تدخل الكلوب هاوس وتشوف المحتوى كيفاش، شنو كيداير وشنو كيدير، يعني شنو الناس كيدير كتبارطاجي و كلوب تاعك انفايت بزاف؟ كيفاش. مين كتكون ديال الكلوب ديالك؟ واش تكون ليميتد انفايت؟ فيها شي 1000 وقيله على ما كنظن، كل كلوب كيعطيوك 1000، وإلا تقيدوا دوك 1000 كيعاود يزيدوك أكثر على حساب الأقدمية ديالك. حيت المشكل دابا بالنسبة للناس ديال الأندرويد مازال ما عندهمش بزاف ديال لي زوبسيون، منهم كمثال تربط الانستغرام ديالك، يعني كمبتدئ حاول أنك الانستغرام ديالك كتبوا غير في لابيو، كتبوا ككتابة دير انستغرام دو بون، كتبوا باش اللي بغى على الأقل بسيطة. مهتم كثير باش يتواصل معاك. وحتى لا كرياسيون ديال الكلوب ما كتكونش عندك، حتى كتفوت سيمانة وكتوصل واحد العدد ديال لي فولور على ما كنظن، اون توكا سيمانه، خص داك البتي كورني اللي كيكون فوق التصويره ديالك كيكون تحيد عاد ديك الساعه سميتو. زائد لي زانفيتاسيون تقدر تعرض على الناس اللي بالرقم ديالهم، كل ما عرضتي على الناس اللي هما اكتيف كل ما كيعاود يزيد لي زانفيتاسيون مع المده، دونك شي حاجه اللي هي مهمه. غير كونوا محتاطين لان المحتوى في تما راه بحال داك الشيء عاوتاني، كاينين دوك الناس اللي كانوا في البالتورك، كاينين مجموعات ديال الالحاد، كاينين الناس اللي كيضحكوا، كاين كل شيء موجود على حسب انت فين حطيتي راسك، باش ما تحطش وتلقاه هو كيطلع عليك دوك الجروبات ديال الالحاد وهذا وتصحاب كاين غير داك الشيء اللي كاين. دونك واحد القضية أخي بنت سولك عليها، ما عرفتش حتى أنا يعني الأندرويد تاع أنايا شي جروبات واش ممكن أنك تخرج منهم؟ حتى أنا هاد الأوبشن ما عنديش. الجروب انفو درتي له فولو ممكن دير له عاوتاني ان فولو، ولكن ربما في الاندرويد مازال ما داروهاش، كاين داك الجرس كتعاود تورك عليه بحال اليوتيوب وكتعاود تخرج من داك الجروب باش ما يبقاش يطلع لك. حتى أنا باقي ويلا ما بانوا عرفتش لكم في جروبات طالعين عليها هكاك. كاينين كيطلعوا سميتو مازال ما خدامش مزيان بحال قلتي، داك سميتو ديالهم مازال ما كيعطيش داك الشيء 100% اللي كيهمك،
وحتى اللي كيلعب دور عاوتاني هما دوك الناس اللي انت كتابعهم، الا كاين كيشوف بانهم كيدخلوا الرومات فيها مواضيع معينه وانت كتابعهم، فكيقول احتماليه كبيره ان ذاك الموضوع يعجبك حتى انت، دونك كيعاود يبارطاجيهم اللي كيعطيك. بحال دابا انتم متابعيني، راه كتكون عندي مسؤوليه ديال الناس كاملين، فين ما كندخل لشي روم راه كيكون كيبان ليهم، كيطلع لك الروم ديالي حيت انت متابعني، كيقول لك فلان راه هنا ربما هذا الموضوع غادي يعجبك. نفس الشيء، وكاينين بزاف، كاين واحد الجروب سميتو لا ماروك اللي هو محترم، سميتو لا ماروك المغرب شي حاجه بحال هكا، موروكو، هذه ديال المغاربه، وفي مواضيع سياسيه اقتصاديه اجتماعيه ظاهره يعني زاكتواليتي وكل شيء. وكاينين لي كلوب غير حاولوا تقلبوا كل واحد شنو كيعجبو، ديزاينر، كاينين الجروبات ديال الامريكان ديال جميع الدول بالفرنسيه بالعربيه، مصريين، ناس ديال الخليج ديال الديزاين، الماركات العالميه كاينين، يعني كاين قلب في لا روشيرش ودير فولو وشوف الناس المتخصصين اللي عندهم لي فولوور شويه، والناس ربما كتعرفهم ديجا يوتيوبر كتعرفو كيدير هذا التخصص بحالي انا، وسير عاود دير له فولو باش فاش كيدير شي روم كطلع لعنده ممكن تناقش معاه وطرح له الاسئله وغير ذلك وتستفيد منه، وشويه وحتى بشويه دير الخدمة ديالك الى ديجي تعطي نصائح، وهذا الناس راه يجيو عندك على ود الخدمة ديالك، كتبيع شي خدمة. فوالا. دابا الان شنو حاصل في الكلوب هاوس، بزاف ديال الناس مازال ما كيعرفوش، ومازال بحال اللي قلتي واحد الروزو سوسيال اللي شويه نقي، مازال فيه، مازال لوبورتونيتي زوينه، يعني ممكن اي واحد صحفي ولا في شي شركه كبيره تطلع لعنده وتقول له راه كنقلب على الخدمه، وغيسولك شكون انت وهذا، يقول لك بعث لي السي في ديالك كمثال. دونك هذا شي حاجه اللي هي مهمه جدا، وحاولوا انكم تستافدوا منها قبل ما يولي حتى هو بحال فيسبوك ولا لي ريزو سوسيو اخرين اللي ما بقاتش فيهم فائده كبيره، ماشي ما بقاتش صح، فائده كبيره، ولكن صعب انك توصل للناس صراحه. تريتش طاح بزاف حتى في الانستغرام نعم. دابا. اخي محمد نبداو اخي ياك باش بالنسبه نطلع. لليوم غادي ندير واحد لا بارونتيز، يعني نتمنى الناس كلهم اللي غادي يشاهدوا هذا اللايف هذا سواء في الانستغرام سواء في اليوتيوب من بعد في القناه ديالك، حاجه مهمه بان البيزنس بلان الدراري بزاف في الاي كوميرس، القنوات في اليوتيوب كيجي كيطلع كيقول لك بغيتي دير الاي كوميرس، بغيتي دير هذه كديرها كتطلق الادز، ولكن ما عمره كيهضر لك بان راه بيزنس. اسمح لي انقطعك، نعم. اسمح لي انقطعك، بغيت نعرف شنو هو محمد هو الاول، الناس اللي مش يعرفوش عنده ذو البيزنس. محمد انسان اللي هو بسيط جدا، يعني في خلاصه نديروها في كلمه، هي مقاول عامه، فورماتور في التخصص ديالي، يعني كان قريب بزاف ديال الناس، محاضرات سواء محاضرات سواء الكونتينيو، عندي كتب اللي انا كتبتهم في البيزنس ديال الانفلونس، سواء في الماركتينغ سواء في البيزنس بلان كمثال، لي استراتيجي اللي كتبتهم اللي تقدر تلقاهم في الامازون وغير ذلك عامة، ولكن التخصص هو الانتربرونور، المقاولة، وخصوصا المقاولة اونلاين. واخا بالنسبه للطبيعه ممكن تعطينا التسميات باش حتى اللي قادر يشريهم من الامازون يقدر يدير غير يشريهم. سمية إلقرني محمد، غيعطي الكتب كاملين، غيعطي الكتب اللي كاينين إلقرني محمد. دونك هذا اللي كيهم، لان هذا ما بغيتش انا الاشهار، ما كيهمش، المعلومه راه موجود اللي بغاو يقلبوا عليها. اللي كيهم هو شنو، فاش نقدر انني نساعد، هو المسائل اللي هي التخصص ديال البيزنس اي كوميرس اونلاين اون جينيرال عامه، ما عنده علاقه، كل ما عنده علاقه بالبراندين، كل ما عنده علاقه بالاستراتيجيه ديال التفكير، كيفاش دير شي حل شي ابليكاسيون، كيفاش تكوميرسي شي برودوي، منين تجيبو، واش خدام ولا السيبل ديالك، كيفاش تقدر توصل ليها بالماركتينغ وغير ذلك. دونك هذا عامة اون جينيرال، ولا فورماسيون، يعني لا فورماسيون بروفيسيونيل في هذا المجال هذا بالضبط. هذا الشيء اللي كاين بالنسبة للدراري ديال المغرب ولا خارج المغرب اللي يقدر يشوفوا. بالنسبة للاي كوميرس انا كندير دي فورماسيون، ولكن وان تو وان، يعني كشخص كيتواصل معايا الشخص كيقول لي شنو هو البروجي ديالي هادو، كنساعدو، كنمشي معاه لمدة شهر ولا شهرين على حسب داكشي اللي محتاج، ونقدر نمشي معاه مدوا نزيد على ميزون بلاس ديال البرودوي ديالهم، من العلامة التجارية، من السمية، من منين غيجيب البرودوي، من هادي حتى كي يعني حتى كيوصل للاخر ديال البروسيس. واخا اللايف غيكون على خطة عمل، هو المين ثينج اللي غيكون في اللايف. عرفتي اللي كانوا شي كواشنز اخرين ممكن يجاوب عليهم اذا سبق الوقت، اللي بغى يحط شي سؤال يحطو بلاصه الكواشنز باش ويحطوه مره واحده باش ما يكون لا باش سبام يكون لا والو، واضح. نعم. وباش باش يكون حتى ندوزوكم كاملين يعني في الكومنتير، راه ما غيدوش داك الشيء لا ما بلاصه الكواشنز حطوه. ممكن كاع الا بغيتي خويا بالفتح ديزاكتيفي الكومونتير على ما كنظن حاليا، باش حتى الناس ما يشوش عليهم لي كومونتير.
دونك كاين اولا باش نقدر نبداو، كاين فرق بين البيزنس موديل. الناس دائما كيسمعوا البيزنس موديل وكيسمعوا البيزنس بلان. البيزنس بلان ديال شي الاهميه ديالو غنهضروا اشنا هو، شنو هو الاهميه ديالو، كيفاش نقدر نستافدوا منه في الاي كوميرس، وكيفاش تقدر انكم تحاولوا ربما غادي نعطي واحد الفيشي للاخ من بعد ديال اكسل اللي غادي يبارطاجي لكم في اليوتيوب في القناه ديالو، اللي تقدر تيليشارجيوه اونلاين. انا نعطيه اللين غادي تيليشارجيوه وتقدروا تحسبوا فيه نتوما لا رونتابيليتي ديال البرودوي ديالكم، وتدخلوا فيه هذه المعايير كلها اللي غنهضروا عليها وتفهموا الهدف شنو هو منه. دونك الاول كاين هناك فرق بين البيزنس موديل وبين البيزنس بلان. البيزنس بلان هو مساله ديال حسابات ودراسه، ولكن البيزنس موديل هو نعرف شنو باغي ندير. كمثال البيزنس موديل ديالي غادي نقول لك انا باغي نجيب السلعه من هنا وغادي ندير دروب شيبين، كمثال غادي تجيب من شنو وغادي تبيع وغادي تصيفط للكليان، هذا بيزنس موديل. ولكن الا غادي تجيب السلعه وتشريها من شي قنت اخرى كمثال وتصيفطها لشي واحد اخر الكاش اون ديليفري حتى غادي يخلصك، هذا بيزنس موديل اخر مختلف، ماشي نفس الطريقه باش كنبيعو. ولا بغيتي تهز انت تجيب السلعه ديالك وغادي تحل المحل وغادي دير لي زيتاجير وغتحطها وتبيع وتشري مع الناس، هذا ان اوتر بيزنس موديل. يعني هذه طرق كتسمى طريقه ديال باش انك دير البيزنس عامه اللي هي ما كتعلقش بالبيزنس بلان. البيزنس بلان هو البحث، اي بروجي بغيت نلونسي خصني كندير التقويم اشنو خاصو، يعني اللي هو السوق اللي خاصني دائما باش يقدر ينجح خصني نعرف واش نخصو من الموارد البشريه اللي هو اليومان، يعني الكفاءات اللي خصني من الكفاءات الماديه. دابا جرت العاده بان الناس كيتسحبون باش البيزنس اونلاين، بزاف ديال الفيديوهات في اليوتيوب كيقول لك كيف تصبح مليونير بدون راس المال، هذه وهذه، يعني كيبيعوا الوهم باش يجيبوا لي فيوز، ولا كيقول لك كيف تقوم هذا راه من سابع المستحيلات. تقدر تضيع وقتك باش تتعلم، تقدر تتعلم بزاف ديال لي كومبيتونس ولكن تعطيني شي نتيجه جدا بدون ما دير الادز، بلا ما تانفيستي فلوس، بلا ما دير لوغو احترافي، بلا ما دير محتوى، فهو صعب، صعب جدا. اذا كاين شي واحد منكم كيحقق هذه المعجزه هذه ماذا بينا يقرينا حنا، فهمتوا؟ لان يعني كنشوف بزاف ديال الفيديوهات في اليوتيوب كيقول لك كيف دير البيزنس، كيف دير البيزنس اي كوميرس وهذه وتحقق هذه، ما نعرفش العدد ديال الارقام بدون راس المال، وهذا مشكل في حد ذاته. ما عليناش. بالنسبه للبيزنس اي كوميرس خصك الا غادي ندخلوا له كمثال، كيستلزم بزاف ديال من اصعب المشاريع اللي ممكن يدخل ليها اي واحد. علاش؟ لانك تستلزم بزاف ديال الكفاءات. خص تكون فيك ديزاينر، لان اول شيء غتقول بسم الله غي خصك دير اللوغو، خص دير لا شارت غرافيك، خص ديال السطور، يعني تكون كتفهم شويه في لا ستركتور ديال الويب سايت اكسيتيرا، فين غتمشي دير، ربما تكون كتفهم شويه في الكود ماشي بالضروره. غادي خصك دير الميديا باين، يعني غادي تكون خصك الكفاءه باش تعرف اش من برودوي غنهز، واش من برودوي غادي نبيع. الاختيار ديال البرودوي كيلعب دور في النتيجه في البيع وغير ذلك. غادي خصك تعرف كيفاش غادي نبيعو، يعني خص دير الايديتين ديال الفيديو، خص دير السكريبت الاشهار ديالك الا غتكتبو، ربما البرودوي ديالك غادي تكتبو، خص تعرف كيفاش غادي توصل الفكره، تكون كتفهم في الديزاين كما قلنا باش دير عاوتاني الالوان وغير ذلك، تكون كتفهم في الكوبي رايتين، لان داك البرودوي الا حطيتيه في السطور خصك تكتب عليه. هذا البرودوي باش نبيعو راه خصني فو لا ميزون فالور، خصني نكتب عليه باش نقدر نوصل الفكره. غادي خصني ندير السوبور ديال الكليون، من بعد ان فوا بعد خصني نصيفط انا نجاوب الكليان اللي يسولني على شي معلومه، خصني نجاوبو الا عنده مشكل للروتار. عاد كندير المانجمنت ديال لا كونطابيليتي، فو كيدخلوا لي الفلوس، نعرف العاد شحال خسرت فيه، شحال دخل في البرودوي، شحال ربحت، شحال ما ربحتش، باش ما ندخلش في راس المال. هاد المهن كاملين راه بزاف ديال المقاولات كيديرهم بزاف ديال الناس. الاونلاين كتضطر انك ديرهم كاملين بوحدك، فاش كتبدا كتعلم شويه بشويه، كاين شي حاجه بالارتجاليه، كاين شي امور بحال دابا كتمشي لي ستور اللي كيعطوك انك دير اللوغو ديالك مجانيا بحال كانفا بحال هذا كديباني، ولكن حتى في غير كتبدا كتدخل شويه الفليسات راه خصك تانفيستي تمشي لفايفر ولا تشوف شي ديزاينر يدير لك شي عمل اللي هو احترافي باش تعاود تطور المقاوله ديالك. ولكن اللي كيهمنا دابا انا كمل واخا نعم يبقى لحظه كمل دونك الاهم هو ان البيزنس بلان غادي يمكنك انك دير تقييم ديال هاد المهارات هذه، اما الحاجه اللي ما عندكش انت كمهارات، اللي ما عندكش ككومبيتونس كتملكها، راه خصك تجيب اللي يديرها، وباش كي تجيب اللي يديرها ولا تعطيها لشي واحد يقدها بلاصتك راه خصك تخلصها.
كمثال انا ما كنعرفش ندير لوغو احترافي وغدا باغي نلونسي الويب سايت ديالي وهذا ندير الاي كوميرس، راه خصني نمشي لفايفر غادي نلقى شي واحد غادي يدير لي اللوغو ب 5 اورو ولا 5 دولار ولا هذا شي حاجه بسيطه، وممكن نمشي حتى ل 100 دولار ولا 50 دولار ولا 20 دولار على حسب الاحترافيه والعمل ديال الشخص اللي كيدير التقييم. كل ما انفيستيت اكثر كل ما العمل غيكون احترافي. غنجي غنبغي نلونسي السطور ديالي كمثال غيخصني تومبليت، لان باش انا ماشي ديزاينر، الا مشيت عند ديزاينر باش يكتب لي يدير لي السطور والديزاين ولا الشخص الجرافيك كيفاش بغيتو انا، كياخد فلوس كثيره، غادي يعاود يطلب لك كثار، غيخصك الادابتاتور شي واحد اللي غادي انتيغري الانتيغراتور اللي غادي انتيغريه لك لاش تي ام ال وهذا باش تخدمه في وورد بريس كمثال الا خدينا لا بلاتفورم ديال وورد بريس. يعني خصك واحد المهارة، وصعيب هذه انك تتعلمها في نص نهار ولا نهار. دونك شنو كدير؟ كتمشي للتيم فوريست اللي هو واحد الموقع اللي كيتباعوا فيه المحتوى منهم لي ويب سايت لي تومبليت وهذا، كتشري واحد التومبليت خدام ديال شوبيفاي ولا وورد بريس ولا الموقع اللي بغيتي تخدم عليه انت، وكتادابتي باش تربح الوقت، كتبدلو الالوان، كتكوستوميزي، كتبدل الصور، كديرو على حسب داك التيم اللي انت باغي تخدم عليه وداك المشروع ديالك. دونك كتزيد، كتمشي لداك الطابلو ديالك كتزيد التيم، كتقول هذا غيدي لي 70 دولار 100 دولار، تقدر تمشي حتى 500 دولار على حسب الامكانيات ديالك، كتشري التيم على حسب داك محمد، ليكزيجونس ديالك. ما احنا كنديروا الويب ديزاين قدو لي سيت باقي لاقين بزاف. المشكل مع هاد المغاربه انهم باقي ما عاطينش ديك القيمه اللي سيت. اغلبيه تقول لك انا كنفضل راني نخدم بالواتساب ولا بالانستغرام، وخا هاد الخدمه عشوائيه، ولكن لحد الان باقي لاقين معاهم هاد المشكلات. المهم مع المغاربه انا بالنسبه ليا دابا الان كنت تحدث، ما عنديش ما نقدرش، ما كنهضرش على الكاشون ديليفري، ما كنهضرش على الناس اللي كيبيعوا في المغرب وكيبيع بطريقه عشوائيه وغير ذلك. انا كنهضر هذه العمليه ربما ما غاديش تنفعو، لان غيضيع فيها بزاف ديال الطاقه ديالو والوقت ديالو، ما غاديش تعطي حتى شي حساب اللي هو يخرجو، وربما سا با دامبورطونس في هذا المستوى هذا. انا كنهضر بالنسبه للناس اللي خدامين في البيزنس وبغاو يديروا مشروع قائم ويدخلوا فيه مقاوله كبيره ويديروا ناس يخدموا من بعد ويطوروا الشيفر دافير ويخدموا في جميع الدول ويطوروا، يعني هذه الطريقه هذه باش كتعرف البيزنس. شي واحد كمثال جايب 5000 درهم ولا 10000 درهم ولا 20000 درهم بغى يستثمرها، ما بغاش تمشي له هكاك. اما الا جبتي لي شي واحد عنده 200 درهم ولا عنده 500 درهم ولا 1000 درهم مشى للقرعه جاب برودوي بغى يتكل فيه على النهار، ما عندوش شي خساره كبيره كاع، كياخذ الريسك وصافي باع هو هذاك ما باعش، كيفرقهم على صحابه، كيفرحوا صحابه وجيران وصافي وانتهى الامر. ولكن انا كنهضر على ذاك المقاول اللي جا بغى انفيستي وبغى يعرف اش غيدير وبغى يديرها كمهنه، هذا هو اللي كيهمني انا، ماشي دوك الناس الاخرين ما كيهمونيش، ولكن انا ما نقدرش نعطيهم بزاف لان ما كنظن ديك الارتجاليه وذات داك الامكانيات اللي عندهم راه كافيه وما كياخذوش شي ريسك كبير. بالنسبه للبيزنس اي كوميرس اونلاين، نعرف الكفاءات اللي خاصني، نعرف الامكانيات اللي خاصني، وفي هذا الطابلو كتسيزيهم، هادو الاولين اللي باز ديال 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 باش نعرف واش ندخل على المشروع ولا ما ندخلش. الا لقيت بانك كتستلزمني شي كفاءات اللي ما عنديش راه خصني نقلب عليها باش نخلصها، ما لقيتهاش راه خصني نتعلمها. في بعض الاحيان كنضطر انني نشري دي فورماسيون باش نقدر نقرا باش نقدر نتعلم. بحال دابا ما عمرك كتلقى شي واحد اللي بقى يدير لك الادز يوميا وهذا وتخدمه وما يخرجكش الحساب كمبتدئ. انا كنصحك بانك تتعلم ولا تدخل شي فورماسيون ولا تدخل هذا باش تتعلم الادز، ولا في يوديمي تلقى دي فورماسيون كاينين فور فري. فاش كنقول الفورماسيون انك تتعلم شي دوره ماشي بالضروره بالفلوس، راه كاين في بعض الاحيان بزاف ديال الكونتينيو كاين في اليوتيوب، كتدخل كتقرا وكتستفد. فوتوشوب دابا حاليا لو بغيتي تتعلم وتلقاه كامل في الامكانيات اللي كاينين في اليوتيوب تلقاه مجانا، غير خصك انت تستمر وتركز وتتعلم وتبراتيكي. نفس الشيء بالنسبه ليوديمي اللي هي واحد لابلاتفورم كنظن بلي الاغلبيه الناس اللي كيبغيو يخدموا في الويب كيعرفوها، فهي فيها بزاف ديال اما لي كور في هذا الدومين هذا اللي هما رخاص، بعض الاحيان كتلقى ب 10 دولار، في بعض الحين كتلقى مجانيا، يعني كتلقى دي فورماسيون اللي هما مجاني والكور فيهم كافي تماما. دونك فاش كتمشي كتاخد هاد لي كور هادو راه كتولي كتنقص عليك المصاريف الون تيرم. وحتى واحد القضيه لما كمثال الان انت كتبدا كمبتدئ عندك الوقت انك تتعلم شي حوايج كتعلمهم، وغدا فاش كنجيب شي واحد غنخدمه معايا كنعرف على الاقل شنو كيدير. بحال دابا انا فاش كنفهم انا في الديزاين كان عندي شي خدمه ما كنديرش كلشي، غنعطيها لواحد ديزاينر كيقول لي قد وقد، كنقول له ما يمكنش انا بغيتها انت الوقت اللي غتاخد لي، كنكون كنفهم في داك الشيء، سينو كنولي كنعطيه اي ثمن اللي هو طالبه وما كنفهمش. وحتى لا كان فاش كيعطيني يقدر يعطيني شي خدمه مخربقه وانا ما كنفهمش حيت ما فهمش في الدومين،
وهذا كينطبق على جميع المجالات، في البيزنس، في الكوبيرايت، في السيت، في بزاف ديال الامور. الا ما كانش كيفهم السيد ضروري، بحال الا بغيتو تحلي شي ريستورون، راه على الاقل انت خصك تكون كتفهم شويه في الكوزينه وتعرف داكشي اللي كطيب، لان الا مشيتي تتقضى وبغيتي تعرف السلعه واش فين كتمشي، ربما داك اسميتو كيضيع، ربما كيلوح لك السلعه في الزبل، ربما الخدامه كيشفروها كيديوها، بزاف ديال الامور، ربما كتشيط كتخسر. الا كنتي كتعرف طيب، كتعرف شي حاجه شحال كيستلزمها ديال المقادير، وشحال باش كتخصك، وشحال باش كدور العدد. ولا جبت لك كمثال هذا البرودوي هذا كنعرف شحال من كيلين غندير فيه، واخا ما كنكونش انا حاضر كنكون عارف شحال مشى وشحال جا وشحال دخلت، بلا ما نكون حاضر، يعني لان ما غاديش يديرها بيا الخدام. والنهار ما كيجينيش انا راه كنلبس الطابليه ديالي وكندخل طيب، لان ميتريزي ما كيلعبش علي الخدام. وهذه نصيحه من عندي في جميع المقاولات، دائما خصكم تعرفوا واش واقع قبل ما تدخلوا لاي بيزنس. دونك الامكانيات، التقييم ديال لي كومبيتونس والتقييم ديال الامكانيات الماليه. الادز خص يكون عندك البيجي ديالها، يعني الفيسبوك تعرف تقريبا ها شحال غادي ندير الادز، ها الشات دو برودوي، الامكانيات اللي جبتها شحال غادي انفيستي، واش غنبراندي ولا ما غاديش نبراندي، لا غنبراندي الباكيجين، خصنا نعرف شحال باش كيطيح، باش انا نجيب كمثال بغيت ندير دروب شيبين كنبيع قرعه الماء، ولكن ديك القرعه الماء ما بغيتهاش نبيعها كما كيبيع الاخر بنفس السميه، بغيت انا ندير لها كرتونه ديالها، ولا ندير انا قرعه ديالي خاصه باش نبان شويه متميز. وحتى الا صيفطها في الطريقه اللي غتجي من بعد، هي ان خص دير التقييم باش تعرف الاستراتيجيه ديال الماركتينغ ديالك، مع من غنخدم، الطريقه باش غنبيع، البيزنس بلون كيخليك انك تفكر في هاد لي زيتاب كاملين قبل ما تبدا. يعني النهار كندير اللوغو، النهار كندير البرودوي ديالي، النهار كندير الستور ديالي، النهار خصني ندير استراتيجيه، كنعرف بلي غنمشي ندير لادفيرتايزين في الفيسبوك، دونك فاش كنقول غندير هادي هي شحال غيخصني فيها، باش ما نبداش انا نخسر في السيت ونشري التومبلايت ونخلص اللوغو وفي الاخر نلقى راسي ما كملوا لي الفلوس، ما عنديش باش ندير الاشهار. دونك كتضيع وقتك، ما كتضيعش، لان في نفس ليكزيرسيس هذا كل هذه التجربه في حد ذاتها انت كتستافد منها، ولكن ما نبغيكش انا تمشي حتى الوسط وتلقى راسك حابس. علاش؟ لان ما عندكش امكانيات. من الافضل تسنى شويه، تبريكولي، تخدم، تجمع الفلوس، تشوف شي واحد اللي يدخل معاك كشريك، باش تكون عندك الامكانيات اللازمه باش تقدر تنجح في هذا البروجي هذا. بسبب هذا الحساب هذا شحال ما تبوك ما مخرجنيش الحساب، هو بسبب انه ما حسبش مزيان داكشي بالديتاي، ما مخرجنيش الحساب. صحيح صحيح، سواء ما حسبش مزيان، سواء بزاف ديال الدراري حتى في الايكوم لوكال كيدخلوا الفلوس وكيتسحبوا كل شيء يربح. علاش؟ اللي ما عندوش ثقافه ماليه ما كيعرفش بلي كاين راس المال، كاين واحد النسبه كتمشي، خص تمشي للتطوير ديال الديفلوبمون، شويه خصني نمشي للماركه ديالي باش الناس يعقلوا عليا وندير الاشهار، وشويه خصني نديروا كيتسمى الفوند غولمون، هو دوك الفلوس باش كندور الشركه ديالي، ان فوند غولمون هو داك فاش كتدخل النهار الاول كتحل المحل، هو داك الشيء اللي كيكون عندك في داك المجيير ديالك باش كتصرف لعباد الله وكتطلب لهم الصرف غير ذلك. هاد النقط هذا هو الهدف من البيزنس بلون، وهاد النقط خصو دائما في كدير الفيشي اكسل كدير فيه المصاريف اللي خاصينك، والمصاريف كينطابطوا اش باغي دير، وكيعطيك في نفس الوقت التقييم باش تعرف الزبون ديالك. لان فاش كتفكر كي غندير الاشهار، راه في نفس الوقت كطرح السؤال شكون اللي باغي نوصل له. الا كان الزبون ديالك ما كاينش فيسبوك، كمثال بغيتي تبيع شي طوموبيل اللي هي فاخره ولا شي ماركه عالميه، ديال بغيتي تبيع مكانه ديال 25 ألف دولار ولا شي حاجه ولا اكثر، راه مالي راه ما كيدخلوش للفيسبوك، ما كيضيعوش وقتهم لي زونتربرونور، هذاك اللي كيصرف المبلغ كامل كتلقى اونتربرونور خص دير له اشهار فشي كلاب ديال الجولف، خص تمشي انت تمشي لعندو مجله بوتيتر اللي هي معروفه ديال البيزنس، شي حاجه اخرى يعني، ماشي الفيسبوك، راه ما كيكونوش الناس. لهذا كتلقى دابا فاش كتفرج في التلفزيون ما عمرك تلقى الماركات العالميه الجاكوار ولا، ما كيديروش الاشهار في التلفزيون، لان الناس اللي كيشروا هذه العمليه هذا النوع ديال السيارات راه ما كيتفرجش، ما كيهضرش الوقت ديالو باش يتفرج في التلفزيون، ما كيتفرج، كيقرا الجرنان، كيقرا لي غوفي لي زابونمون في المسائل الاقتصاديه اللي كتهمو، كيدير بزاف ديال الامور، كيمشي لدي فورماسيون، كي دي بلاصا، كيناقش مع ناس، ولكن ما كتلقاش، ما كيتفرج في التلفزيون، كيقرب كيدير لي زابونمون في مجلات في الويب وغير ذلك، ولا في التليفون ديالو كيشوف لي زاكتواليتي اللي كيهمو، لي زانفيستيسمون ديالو الاقتصادي وفقط. دونك تقدر تلقاهم في لينكدين مثلا، لينكدين كتلقى، لانك كتلقى مقاول غير في لينكدين كيكون تخو سوليسيتي، كتلقى الناس، دير الاشهار ديالك في لينكدين كمثال تلقاهم، لان الناس كيكونوا مقاولين يطلع له الاشهار ديالك، ممكن يكون مهتم به، دونك اكسيترا اكسيترا. هذا غير سان كاديتود اللي ممكن انكم تفكروا فيه، وممكن ان الانسان يطرح التساؤل هذا. دونك
هضرنا على الامكانيات، هاد الطابلو هذا ولا البيزنس بلان، هاد لا جيمناستي ولا هاد المعادله هذه ولا هاد الطريقه ديال التفكير هي اللي كتخليك انك تقدر تنجح ولا ما تنجحش، وكتعاونك كل ما حطيتهم كتعطي احتماليه كبيره، بحال اللي كتحيط بجميع النواحي ولا جميع الامور اللي كتهم المشروع ديالك، ماشي بالضروره غير الاي بيزنس، راه حتى الا بغيتي دير مقاوله في ارض الواقع ولا بغيت دير ستارت اب ولا بغيت دير ابليكاسيون، نفس الشيء راه نفس لا جيمناستي كدير. وكنصحكم دائما تفكروا بهذه الطريقه هذه وديروها في اي مشروع، في اي مقاوله كمقاول، دير هذه الخدمه هذه بهذه الطريقه هذه، باش كتحيد عليك بزاف ديال الامور، وحتى انت كتكون عندك واحد الخطه ديال العمل، كتربح من ناحيه الوقت، وماشي كل صباح انت باغي دير الاي كوميرس كتفيق الصباح ولكن ما عارفش شنو غادي دير. لما كتستركتوري داك البيزنس بلان كيعاونك، ها انا جبت الفلوس، هنا الادفيرتايزين، هنا قديت اللوغو، هنا قديت هذه، حتى الترتيب ديال الافكار ديالك، الدور ديال البيزنس بلان هو هذا، هو ان داك الخطه ديال العمل لي زانتيرفونسيون، حتى الا كنتي غتخدم مع ناس اخرين كمثال الفريلانسر، راه ما تحتاجو حتى لا بروسبكسيون، حتى تبغي تلونسي البرودوي ديالك عاد غتصيفط له ودير له الايميل وتشوف شحال غادي ياخذ لك اكسيترا اكسيترا. دونك بحال هاد النقط كاملين هما عامة هكا البيزنس بلون هكا كيدير. انا كاين واحد الكتاب ربما غادي نرجع له حاليا اللي انا حطيته في الامازون، اذا كاينين ربما الاخوان اللي كاينين هنا معنا في اللايف، ممكن ان اذا كاينين الناس اللي مهتمين ممكن نعطيهم اللين في الانستغرام. الاستراتيجية ديالك كتبنيها بهاد لا ستركتور، اللي فيه شي اكسل غادي نبارطاجيه مع الاخ يحطوا في اللين، وممكن تيليشارجي وما تطلبوش ليا لاكسي، حيت بزاف ديال اللي كنت بارطاجيتو وبزاف ديال الدراري كيدومونديو باش يخدموا فيه اونلاين، لا دير له ابلود وخدم في الحاسوب ديالك انت بالاكسل عندك، لان الا خليته تموديفي فيه انت اونلاين كل واحد غيجي يدير فيه الحسابات ديالو هو، ما عمر غادي يبقى ديما مخربق. دونك ما تطلبش ليا انك تخدم فيه عندنا في جوجل درايف، طلب انك تابلوديه وصافي، وابلوديه وخليه عندك. حاجه اخرى هي اللي كتخليك الان باش دير البيزنس، فاش كدير البيزنس بلون كتدخل فيه المصاريف ديال الشركه ولا اشنو كيخصني باش ندير كمثال هذا الجيت واي اللي كتخلي لك انك تخلص اونلاين، غادي يخصك ربما شوبيفاي بيمنت، ربما يخصك سترايب، ربما هاد الامور كلها، وهذه داخله خص تكون واحد دير واحد لواحد واحد لونتربريز اللي هي بيزنس، تكون عندك اون بريزونس في المارشي، تخلق واحد المقاوله ديالك انت سواء في اليوكي سواء في المغرب الا بغيتي دير المقاول الذاتي، ولا شوف انت على حسب الدول اللي انت كعايش فيها ولا كتعطيك فرصه. ولكن بزاف ديال الدراري انا كنصحهم ممكن ديروا واحد ال ال سي في اليوكي اقل من 100 دولار اللي كتعطيك هذه الامكانيه، وكتعطيك واحد الحريه كبيره تحل بها البنكه العالميه وتحل بها لي كارت كما بغيتي، وكتعطيك واحد الحريه كبيره جدا، وعندكم هذه الامكانيه كمغاربه واخا تكون في المغرب، لان كيعطيو هذه الامكانيه للنون ريزيدون، واخا ما تكونش في اليوكي كتكون عندك هذه الامكانيه هذه، وحاولوا تستافدوا منها. اللي غادي تصيفطنا من بعد لا غوشيرش برودوي، لان في البيزنس بلان كيخصك تحدد البرودوي ديالك شحال باش كيطيح لك لو كو ديالو، وكيخصك تحدد كيفاش الا بغيتي كمثال تبران ديال الباكيجين حتى كيفاش غتوصلوا للزبون، يعني في الحساب ديالك خص تشوف التوصيل شحال باش كيطيح لك، وهذا بزاف ديال الدراري ما كيدخلاش في الثمن، لان كاين شي برودوي كمثال بغيت نبيع هذه في الكاشون ديليفري قلعه ديال الماء، راه يقدر نلقاها ماشي غونطابل، لان الا بغيت نوصلها للزبون غنلقى راسي ما كاينش اللي غيشري عندك اونلاين اللي غنتوصلو ب 100 درهم وشي حاجه، هو الا نزل عند البقال راه غيلقى بواحد الثمن اللي هو قليل جدا. يعني لو فيت انني كندير هذا البروسيس هذا في دماغي كيخليني كنشوف، هذه كتسمى لا سيغمونطاسيون، يعني كيخليني انني كندرس واش البرودوي ديالي بالنسبه للشريحه اللي بغيت نوصل ليها واش غونطابل، واش نقدر نحقق فيها ربح ولا لا، لان في بعض الاحيان كيكونوا دي برودوي كيتباعوا مزيان، ولكن فاش كنبغي نوصلوا للزبون وندير سوبور نشوف كنحسب داك لوكو ديال الا رجع ليا شي برودوي الخساره اللي ممكن تكون، كنزيد فيه بزاف ديال الامور في التسعير، هذه موضوع اخر باش ندير البرايسينغ، كندخل لاكاس، كاين شي ناس ربما ما يخدمش له البرودوي، كاينين بزاف ديال الامور اللي خصنا نرد ليها البال، وهذه كتحسب في هذا الطابلو هذا باش تعرف راسك فريمون واش غونطابل ولا ماشي غونطابل. وفي بعض الاحيان فكرة دير قبل ما تبدا
كدير هذه الطريقه بزاف ديال المشاريع كاينه وخدامه، ولكن ما كتكونش رونطابل، ما كيكونش فيها ارباح. علاش؟ لان فيها منافسه كبيره في ارض الواقع اللي كتخليك فاش كتجيب انت الادز بواحد المبلغ اللي هو مرتفع، ما كتبقاش عندك لا مارج، وانت ما بغاش تخدم فابور. الهدف هو انك تحقق ربح، وهذا الطابلو كيخليك ان حتى كتكالكولي تقريبا لا موين باش تقدر تجيب الادز. دونك البوزيسيونمون ديالك في المارشي، يعني الطريقه فين باغي نبيع بالضبط. كمثال انت باغي دير الايكوم في الانترناسيونال، كتمشي لاستراليا، عندك اليو كي، عندك اليو اس اي، عندك بزاف ديال العالم كامل مفتوح. واش بغيتي تعاود تنزل لافريقيا، واش بغيتي تمشي للخليج، هاد الامكانيات هادو الماديه والحسابات هما اللي كيخليوك تختار المارشي ديالك، ماشي غير اعتباطي. راني سمعت واحد في اللايف قال كاينه الخدمه في الخليج، غنمشيو كاملين للخليج. يقدر داك البرودوي ديالك انت ما صالحش في الخليج، ولا فيه المنافسه كبيره جدا، ولا واخا ما فيهش المنافسه، الطريقه باش غتوصلو غيجي الناس غالي بزاف كمثال، لان التوصيل خصو لومبالاج بريسي، لان علاش؟ ربما يتهرس. كاين بزاف ديال البرودوي اللي خدامين، ولكن فاش كتضرب على الحسابات كاملين كتقول هادشي ما مسلكش، كتبعد عليه، كتشوف برودوي اخر. دونك هاد الدراسه مهمه جدا. حاجه اخرى هي اللي نقدروا هضرنا عليها على الاستراتيجي، كيفاش نقدروا نوصلوا للكليان، لان هي اللي غادي تبين واش شحال غادي نصرف في الاشهارات ولا الطرق ولا لي ديفيرون. تقدر ندير الفيسبوك، ندير كمثال لانفلونسي، نقدر ندير تيك توك، تقدر ندير بزاف ديال لي بلاتفورم اللي فيهم الادز. ان فو درت هادشي كامل، كنحسب من بعد الكفاءات راه هضرنا عليها، كنحسبوا لونتربريز يعني لي شارج ديالها اللي غادي فونكسيوني. كمثال الا بغيتي دير شي رقم ديال التليفون في السيت ديالك، راه خصك دير شي ابونمون في شي ابليكاسيون. واش بغيتي دير شي سيبور شي واحد اللي بغى يعاون يبدا يجاوب الناس، راه خصك تحسب حتى هو شحال باش غادي تشوف شي واحد اللي غادي تهايري وغادي يبدا يدير هاد لا ديمارش هادي، وكتزيد هاد لي شارج كاملين. الا التليفون بالنسبه للكاش اون ديليفري، الناس كيديروا الكونفيرماسيون في التليفون كمثال، وفي الواتساب وفي التليفون، راه خص دير لابونمون ديال التليفون وكتحسبو، لانك كتخلصو، راه خص تجيب واحد العدد ديال المبيعات باش تدخل. غير في كمثال جبتي 5 ديال ليكيب، درتي كريتي شي لوكال، راه خص تدخل اللوكال، داك المال اللي كتخسر، داك الكرا ديالو، التليفون، هادو كاملين في البيزنس بلون، باش كتعرف واحد لو بوان موغ. البوان موغ شنو هو النقطة ديال العدد ديال المبيعات اللي خصني نديرها، ولا العدد ديال الناس اللي كليان اللي خص يكون عندي، باش نكون في ليكيليبر، نكون ما خصني فلوس ما صرفتش من عندي، نكون خلص داكشي اللي عندي والخدمة اللي عندي، عاد كندخل في الربح. يعني كاين واحد العدد ديال لي بروداكت اللي كتبيع فيهم في الاول، راه ماشي البرودوي الاول كيدخل لك الربح، راه ما كتربحش في البرودوي يعني الثاني من 100 ل 1000 على حسب لي شارج اللي عندك. يقدر تبدا تربح في 20 برودوي، يقدر 100، على حسب الخساره اللي انت درتيها لانفستيسمون. هذا كيتسمى لو بوان مور، يعني الوقت هذاك لو بوان اللي انا كندوز فيه كنحقق الارباح. وهذا الشيء باش تعرفوا راه في داك الطابلو كيعطيك لي ستاتستيك، وكيديتي لك على حسب انا درتو باش يعطيك الارباح والطريقه باش تقدر تطورهم على مده 3 سنين. يعني كيعطيك البيزنس بلون، كيدير لك واحد البلون فينونسي اللي كيوريك واش البرودوي ديالك ولا البيزنس ديالك ولا الشركه ديالك غادي تخدم، ولا ارقام واش خصك تزيد الفلوس في الانفستيسمون على حسب دوك الخسائر اللي عندك، ولا خص تنقص، ولا هادي. كيعطيك كل شيء باش كتشوف واش انت كتوصل للايكيليبر، وكيقول لك ها البوان مور كيوري لك. دونك مثلا محمد، بالنسبه لشي وحدين ديال صن الناس ديال شوبيفاي ودروب شيبينغ، تيوريهم ريفينيو وصحاب شحال مرات يصحاب لي هذاك راه رابح، ضروري يكون رابح، تيقول راه ممكن انه راه معادل ولا مخاسر في داك الشيء. اي توري واسك الاغلبيه ديال الفيديوهات كيقول لك ها الشيفر، ولكن فاش كنوريك الارقام ديال شوبيفاي راه ما كيوريكش فيهم شحال خسر في الفيسبوك. في بعض الاحيان كتلقاه خاسر، مطلع غير فيديو كيقول لك كيف حققت قد وقد في اليوم الواحد 5000 ولا 15000 دولار ديال المبيعات، ولكن راه ما عندوش فيها الربح، راه خاسر ما نجيبو. حيت كيطلق الادس وكيخسر كيخسر كيخسر كيخسر، وما كيوريكش، ماشي بالضروره راه كلها ربح، راه ما كتربحش ديك كلها ربح. وهذه بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش الثقافه الماليه ولا المقاولات، وهذا مشكل في حد ذاته. وحنا ما عندناش هذه القضيه في المغرب بزاف، ما كنربيوش الابناء ديالنا، والمدرسه ما كتربيناش على الثقافه الماليه، لا جيستيون فينونسيغ. وهذه في حد ذاتها شي حاجه مهمه، حاولوا انكم تفقهوا فيها وتقراو عليها. دونك راه ماشي كلشي ربح، ماشي الفلوس اللي كتدخل، راه فيها بزاف ديال الوقت ديالك، فيها الانفستيسمون، فيها الادز، فيها لي بلاتفورم. شوبيفاي كياكل منك، الباي بال كياخذ النسبه ديالو، بزاف ديال لي بلاتفورم كلشي كياكل، ما كاينش اللي كيخدم معاك فابور.
دونك هاد لي كالكول خص تكونوا عارفينهم. وفي البرودوي في الاخر منين كيجيو كيجيو في داك البرودوي، بحال دابا كنبيع كتبيع القرعه ب 5 دراهم، ديك راه فيها 4 دريال ولا 2 ديال الريال ديال ولا 4 دريال ديال الترونسبور، فيها 4 دريال ديال البلاستيك، فيها 4 دريال ديال الاشهار، فيها بزاف. وهي غدا 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 حتى كتلقى الربح ديال السيد اللي كيبيع القرعه هاد ما راه ربح فيها 5 دريال ولا ما كاملاش كاع. دونك راه ماشي كلها ربح، ماشي غير كي تعطي 5 دراهم راه خداها كلها ولا 10 دراهم ولا، انا كنعطي غير ارقام ما عرفتش كاع شحال كدير القرعه الماء في البلاد، ولكن المهم عامة. اصلا هذا دونك بزاف ديال الناس ما ردناش ليه البال، خصوصا القضيه ديال التعبئه، داك الشيء بسيط مادام ما مش ردتش ليه البال، ما تيحسبوش في الاخر، تقول علاش ما خرجنيش الحساب، وهذاك الديتاي الصغير ما تيحسبش كاع. واش جيت نشوف بزاف الناس يديروا هذا الخطا هذا. صحيح صحيح. وبزاف ديال الناس شنو لاحظت انا، الدراري ما كيعطيوش القيمه ديال الخدمه ديالهم اللي هو كي النهار كامل هو سهران سيمانه كيقول لك اه راه درت هادي وربحت قد وقت. كتقول له انت شحال باش كتخدم، فاش كتقسم له داك الشيء على السوايع اللي دار، كتلقى خدام ب 5 دراهم ولا 6 دراهم للساعه. كنقول له اش ربحتي وعلاش، عفوا كتلقاه اصلا هو الوقت ديالو ما عطيش قيمه فهمتي. وبزاف ديال الدراري حتى حنا الناس اللي كنعطيو المعلومه في الويب، لما كنجي انا كنجلس وكنعطيه اللايف ولا كنعطيه في كنلوح له فيديو داكشي، تلمو الوقت ديالو انا كنتفهمو ما عندوش قيمه، جالس في راس الدرب كيكون شي واحد مسخر كيقول له بلاتي نجر معاك اجي هنا وهذا، كيتسحب. واش انا في نفس المستوى ديالو وفي نفس الحاله، ما كيعطيش القيمه اللي انا الا حيدتها راسي وحيدت شي امور باش نعطيه ذاك الفيديو، ما كي يعني على الاقل قيم غير ذاك الوقت اللي انا عطيتك، اللي انا جالس معاك، اللي انا دابا حتى انا ممكن باغي غير نشعل التلفزه ندير نتفليكس ونتفرج في فيلم ولا ندير شي حاجه ولا نمشي غير نعس ونرتاح. يعني خصك انكم تعلموا تعطيوا القيمه للوقت، الوقت في حد ذاته راه عنده قيمه كبيره وربما هي اغلاها، لان كل ما داز الوقت ما كيتشراش، والا داز ما تقدرش ترده، ما عندوش قيمه، يعني ما عندوش قيمه. والا بغيتي تعرف القيمه فريمون سير شول شي واحد اللي جا عنده الطبيب قال له غدا غادي تموت ولا ما بقاش لك بزاف، وسولو شحال باش يشري عندك الوقت، راه ثمن خيالي. دونك كنظن باللي عامة، حيت ما كنبغيش نبقاو غير كنهضروا، كنظن باللي الفكرة كلها وصلت، كيبقى البراكتيس يعني ان هذا الفيشي هذا غنحطوه في الفيديو ديال الاخ في اليوتيوب، ودخلوا راه ما عندك ما تخسر، وعمر لي الشون راه فيه الضوء الماء الالكتريسيتي، لا بغيتي دير شي فرونسيز لا كومينيكاسيون، الا بغيتي دير لي فلاير، الا اي حاجه ممكن تطيح لك في دماغك، لي سالاري لا ما سالاري، وحسب وحسب وحسب، هو راه غيعطيك الارقام. ممكن تلقاهم بزاف ديال لي بيزنس بلان اونلاين، وممكن تطلبوا اي واحد في المغرب ربما كيدير المقاوله ولا كيساعد الناس في المقاولات ولا هذا، تلقاه كاع خاص بالمغرب وفيه لي شارج سالاري ديال المغرب، وخدموا عليه. اللي كيهمنا احنا في هذا اللايف هذا هو ان تكون عندكم هذا الريفليكس وتكون هذه الفكره هذه، وما تبداش اي مشروع بلا ما تضرب له الحساب مزيان وتفكر له في جميع النواحي وتدرسه وتعرف لمن غادي نهضر، التوجه ديالي ونرسم الكليون ديالي، لافاتار خص يكون عندي في دماغي باش نقدر ندير ليفالياسيون شحال باش غنوصل له وكيفاش غنوصل له. يعني كنلقى راسي واحد المجموعه ديال الخدمه حيدتها عليا، اللي ربما الا ما درتش هاد التمرين هذا كانوا ليها كنخربق مره هنا مره هنا، كنلقى راسي حل الفيسبوك واحد المره، واش فين غنمشي، واش انستغرام، واش هنا، واش غنمشي، كنلقى راسي كنضيع فلوسي، كنضيع وقتي اللي هو اهم، وما كتكونش نتيجة. ما بس نعرف اللي ما عندوش كلوب هاوس يدخل كلوب هاوس باش يستافد، تما صافي صحيح تسول حتى شي اسئله صحيح. صعابه تبغي تسكيلي، خصوصا انت تبغي تسكيلي البيزنس ديالك. مرحبا، ما ادخل كاين بزاف حتى الناس مشكل. يعاونوك، صحيح، كما قال محمد راه اللي بغى الانفيتاسيون راه عنده في انا البايو ديالو، اتقبل بيان. بارطاجيتها في ستوري، دخلوا الستوري فاش يكمل هذا اللايف، دخلوا الستوري عندي وديروا كليك عليه، واجي راه غتلقى راسك مباشره في ذاك سميتو كلوب بيزنس اي كوميرس فرونس، اللي انا كندير فيه لايف بزاف، لان انا اللغه اللي كنتقنها بزاف هي اللغه الفرنسيه، لان اللغه العربيه ماشي اللغه ديالي الام، انا غير تعلمتها خصوصا الدارجه واللغه العربيه، يعني غير تعلمتها انا الاصل ديالي يعني الشلحه، ولكن البيزنس اللي كنتقنو مزيان هو الكتابات ديالي، وغير ذلك كنتجي بزاف باللغه الفرنسيه بحكم ان الدراسه ديالي وكلها درت باللغه الفرنسيه. دونك تقدروا تستافدوا، ما كاين حتى مشكل، ولا بغيتوا فولوني انا والاخ في الكلوب هاوس، وغادي تحضروا معانا ان شاء الله الجلسات اللي كيداروا والمواضيع اللي كتناقشوا، ممكن تستافدوا وتطلعوا تناقشوا مباشره، وحتى لي ريفيو اي واحد فيكم بغى يطرح المشروع ديالو وندرسوه ونعطيوه هنا. صحيح راه ما كاين حتى مشكل، بالعكس انا كنفرح لما كنشوف
واحد الاخ ديالي ولا الاخت اللي هي نجات ونجحت، دونك هذا هو الهدف ديالنا صراحه من هذا الشيء كامل. كنظن راه تقريبا شي 50 ولا 40 دقيقه وحنا كنهضروا، الا كانت امكانيه الان نفتحوا ربما لي كومونتير وممكن تطلع شي واحد، راه كنظن دابا ولات امكانيه انه حتى الا بغى يشارك معنا ولا يطرح تساؤلات على بيزنس ديالو خاص ممكن نجاوبه يطلع كاع معنا بالصوره والصوت باش يقتصر، لان في بعض الاحيان الكتابات كتكون صعب انك توصل الفكره. واخا اللي عنده شي سؤال يقدر يحطه بلاصه الكواشنز ويحطيه مره واحده باش بلا ما تسباميو الدراري وحتى البنات اللي حاضرين. كتبوا مره واحده بلاصه الكواشنز وغنجاوبوا عليه، باش بلاصه الكومنتيرات غيتخربوا ما نقدرش نجاوبوا على كل شيء، لما بلاصه الكواشنز ممكن نجاوب عليها. ولكن اللي شي كنظن واحد ما يقدر، اللي شي واحد ما يقدرش يحط زعما الكواشن ديالو في الاخر يقدر يطلع معانا لايف. من كيبان لك دابا انت المكان ديال الاسئله ولا لا؟ تيطلع لي تيطلع لي. داكور اوكي. ممكن تخلينا، ممكن تقول لنا على كيفية جمع فريق عمل اللي يخدم معاك واللي يقدر تعول عليه؟ خويا القضيه بسيطه جدا كما قلت لك ديك الساعه، هي اول شيء لما كتبغي البيزنس خص تعرف الكفاءات اللي خاصك، وإلا مشيتي فهمتي كل مهنة وسولتي الدراري وعرفتي بحال دابا الديزاينر شنو هو، الفوتوشوب شنو كيدير، عطيه ساعات، راه الفوتوشوب ممكن أي واحد فيكم يتعلمه في 3 ساعات، عطيه نص نهار بالبراكتيس ديالو وداكشي غتفهمو تماما شنو وقع. إن فوا فهمتي شنو وقع في هذا وفي الفيسبوك وهذا، لما غيجي شي واحد انت غتهايري ولا غتحط في شي جروب في فيسبوك تقول لهم انا كنقلب على ديزاينر ولا غتمشي لفايفر، على الاقل ماشي اي واحد عطاك اي خدمه كتقبلها، لا كتشوف لا كاليتي ديجا الاختيار. إن فوا فهمتي علاش داير الموضوع، راه كتختار الناس اللي عندهم كفاءات، وحاول انك دائما تعتمد جوج حوايج، هي الكفاءات انك يكون يعطيك لا كاليتي تكون واعره، ومن بعد داكشي اللي ما راه غادي تتعامل معاه وتعرف واش هو منضبط واش ما منضبطش وغير ذلك، هادشي راه مع المده غادي تجيب الناس اللي غينصبوا عليك، الناس اللي غادي ياكلوك، الناس اللي غيوعدوك ما يخدموش. هادي راه الى يوم الان راه كنطيحوا في هاد المواقف هادي، ما كاينش شي حاجه اللي هي سحريه، ماشي شي حاجه عصا سحريه، وكتعلم لا جيستيون ديال الفريق كيفاش تنسقوا، هادي راه كتعلم. كاين في اليوتيوب الناس اللي كيعطيوك نصائح حاولوا تتبعوهم، كاين طريق السويدان باللغه العربيه اللي داير بزاف ديال المحاضرات، يعني انسان اللي في المستوى داير محاضرات على لا جيستيون ديال الفريق، ولا كيفاش تهضر لا جيستيون ديال الناس عامه، كيفاش تسيرهم وغير ذلك، لان هذا كيلعب دور وكيعطي حتى النتيجه في لا كاليتي كيفاش تموتيفي الناس. سوبوزون انت دابا كدير الكاشون ديليفري وجبتي الناس كيديروا لك لا كونفيرماسيون، راه من الافضل دير معاه واحد الصالير اللي ما طالعش بزاف وتموتيفيه بعدد المبيعات، دير له دي بالي كمثال تقول له الا حققتي لي 20 مبيعه كونفيرمي في النهار راه غنزيدك 5 دراهم في المبيعه، والا درتي لي 30 مبيعه في النهار غنزيدك 10 دراهم، باش ديما كتخليه حتى هو كيتقاتل كما كنقولوا يفوفي دي غير لو سالاري، كتخليه انك كيلقى راسو داخل في المشروع وخصو يتقاتل باش دائما انكم تربحوا كاملين. اما الا جبتيه فقط درتي له السالير وخليتيه راه يقدر ينعس ويدي الناس، وما انت سد ولا بيع ولا شري ما على بالو شي. وهذا راه ماشي 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 غير المغاربه، راه عامه هكا، راه الشركات الكبرى العالميه الان كتسمى لا بارتيسيباسيون، كيجيبوا لي كوميرسيو دوك لي بوست لي كلي ديال المانجمنت وداكشي كيدخلوه، وعلى حسب الارقام اللي كيحقق لهم في العام كيعطيوه اون بارتيسيباسيون، كيعطيو واحد النوع ديال الاسهم في الشركه باش دائما كيشوف راسو الا حقق ارقام كبيره الاسهم ديالو كتطلع ديما، كي بحال اللي كيدخلوك كشريك. صانوفي جميع كوكا كولا كلهم خدامين بهذا البروتوكول هذا وبهذه الطريقه هذه. واخا قال لك واتس ذا ديفرنس بيتوين بزنس اند ستارت اب، غير خويا كنظن البيزنس اي الاصح كوميرس. نعم خويا على حسب كنوقع ما عرفتش شفتو البارح ولا اول البارح، هو السؤال الاصح هو الناس ما عارفينش الفرق بين سمول بزنسز وستارت اب. اون جينيرال ستارت اب راه تقدر تكون طريقه ديال البيزنس موديل اللي تقدر ترد على ستارت اب، غير ستارت اب اون جينيرال كنهضروا فيها في شي حاجه اللي كتهتم بزاف ما كيخصهاش فلوس كثيره، يعني البدايه ديالها ماشي هي الفلوس ولكن هي الفكره ولا لابليكاسيون ولا لا سوليسيون، يعني الحل. كمثال انت غادي دير تصنع برودوي بروتوتيب معين، راه سين ستارت اب لان خصك تعطيها وتطورها بواحد الطريقه كبيره، غير هي باش قبل ما تطورها خصها الكفاءات هي الاولى. ان فوا خرجتي البروتوتيب ديالك عاد كتمشي كدير سي سكون ابيل لا لوفي دو فون، كتمشي عند لي زونتربرونور الكبار ولا البيزنس انجل كتقول لهم ها شنو عندي،
بغيت نطور دابا الان خصنا 2 مليون د الاورو ولا 15 مليون ولا 1 مليار باش نقدروا هذه نخرجوها ونبيعوها ونوصلوها على الناس. ديك الساعه شي اوتر شوز. اما البيزنس اي كوميرس هو ان ولا البيزنس عامه هي كدير مقاوله كتبدا بها بداك الامكانيات اللي عندك والكفاءات اللي عندك يعني وشويه بشويه كل عام كتطور فيها شويه بشويه وكتسكيلي وهي غاده. دونك هذا عامه. والبيزنس راه ماشي غير اونلاين، راه غير اونلاين اصبح في متناول الجميع. اما هو راه البيزنس لان كمثال الناس راه اللي كيحل القهوه راه بيزنس، اللي كيحل مخبزه راه بيزنس، البقاله راه بيزنس، كل هاد الامور. وكاينين دي تكنيك اللي كتمشي انت غتلقاها عند البقال كيديرها بطريقه عفويه، ولكن راه من بين الاستراتيجيات ديال البيزنس اللي معروفين عالميا باللي لا فيديليزاسيون. كمثال كتجي كتلقى، نعطيك مثال، انك كتجي عند البقال باش كيعطيك لي زوفر في شي حوايج ولا كيدير دي بروموسيون ولا كيعطيك سيرفيس لا فيديليزاسيون. كتجي نعطيك مثال، كتشري البوطه عند البقال، عاود تجي انت وشي واحد اللي غيهزها معاك كيقول لك، كتقول له واش كيعطيك الكروسه ديالو كتوصلها وكتجي سان سيرفيس. وانت شنو كتولي؟ كتمشي عند داك البقال اللي عنده الكروسه لان ما عندكش اللي يهز لك البوطه ولا انت ما قادش تهزها. دونك يقدر تمشي بعيد عند البقال الفلاني، علاش؟ حيت غتشري عنده البوطه حيت هو عنده، والاخر ما عندوش الكروسه. دونك سي طريقه ديال لا فيديليزاسيون دو كليون ولا الابخي فونت، سيرفيس ابخي فونت. هذه راه حاجه بسيطه ربما كاع ما ترد لها البال انت، ولكن شي حوايج اللي هي داخله في هذا النوع ديال البيزنس. واخا قال لك الاخ خالد عنده في كذا مشروع ديال التطبيق ديال التوصيل، ما عرفتش واش كمل السؤال وما طلعش، ما عرفتش بالضبط. انا عندي طلع عندك فكره مشروع ديال واحد التطبيق ديال التوصيل خويا خالد، ربما بغيتي سوا تكمل السؤال، ما عرفش ما حيت الفكره ماشي مفهومه، ولا صيفط الريكويست الا بغيتي تطلع تشرح لنا بالضبط وين نقدروا نساعدك، ما كاين حتى مشكل. واش ضروري تكون كتقن الانجليزيه باش تخدم دروب شيبينغ؟ صعيب نقنع الزبون من خلال مكالمات مباشره. خويا البيزنس دروب شيبين ما كديرش فيه مكالمات مباشره، كدير تقدر دير اي حاجه، دير سوبور اونلاين بالايميل وتشات بوت، ولا دير الناس يصيفطوا لك وتجاوبهم، يعني كتاخذ وقتك. ماشي بحال الدروب شيبين ما كيعتمدش على المكالمه وكيعتمدش على الصوت. البيزنس اي كوميرس اونلاين اون جينيرال في اوروبا وفي الدول كلها من غير الخليج، الناس من غير الكاش اون ديليفري ما كتدخلش اون كونتاكت، هذا هو الهدف منه، بانك ما كتعيطش في التليفون قليل، كدير شي تليفون بغيتي دير شي سوبور ولا بغيتي تزيد، يعني عندك الناس كيتحدثوا، ولكن شي حاجه اللي هي فاكولتاتيف ماشي بالضروره. ممكن تحقق مبيعات كبيره جدا ومواقع كبيره، منهم الى خديتي امازون. امازون هو موقع ديال البيزنس اي كوميرس كبير، وما تقدرش تعيط عليهم، ما كيعيطوا لك ما كتعيط عليهم، ما كاين لا تليفون لا حتى شي حاجه، كت اوردري اونلاين كيجيك للدار، كتكونتاكتي السيرفيس اللي بغيتي ترد البروداكت ديالك، كل شيء كيدير اونلاين. دونك ماشي بالضروره تكون كتقن اللغه، غير هي اللغه في الاي كوميرس اونلاين الا بغيتي توجه لي مارشي اللي هما انجلوفون، هي في الاتقان ديال الانسان الاجنبي كيتقن اللغه مزيان. يعني الا دخل الموقع ديالك انت ما كتكتبش مزيان، راه غيلقى ركاكه في التعبير، غيكون عندك مشكل باش تكتب له الكوبي رايتين ديال البرودكت باش تبيع له مزيان، باش تفهم كيفاش كيفكر، مشكل كبير خاص تقلب اللي يكتب لك، سينو ما تقدرش تبيع له. ماشي هو الانسان اللي غتكتب له بالطريقه باش كتكتب بالدارجه، ولا تمشي دير ترانسليشن في جوجل ترانسلايت وتصحابك، راه لا كاليتي هي هذيك. لا راه ماشي صحيح. حاجه اخرى في السوبور من بعد، كاينين الناس كيصيفطوا لك كيقول لك انا بغيت كمثال، انا انت كتبيع هذه القرعه ديال الماء، بغيتها سيدي في الزرق، واش سيدي عندكم؟ بغى يشري ما شراش، مازال ما شراش، ولكن كيكتب لك قال لك واش عندكم هذه القرعه؟ بغيتها ولكن ماشي ديال يترو ولا يترونس، بغيتها جوج يترو ولا واش في الخضر؟ كيخصك تعرف تجاوبه في الكتابه ديالك، يفهم بان راه كاينين شركه ناس كيتقنوا اللغه الانجليزيه وما يكونوش اخطاء. وحتى في السطور ديالك لما كتكتب اباوت اس وكتكتب السيبور وكتكتب المعلومات كاملين، راه انا شخصيا الا دخلت شي موقع عربي ولا انجليزي ولا فرنسي ولقيت فيه اخطاء ديال الاورتوغراف، راه انا الزباطي وغنهرب، بمعنى ان هذوك الناس ماشي احترافيين وما كاينش هذه القضيه هذه. دونك هذه من هذا الشيء هذا.
ولكن واش بالضروري تكون كتقنع هادشي باش تبدا؟ لا، ممكن تشوف ناس اللي ممكن يعاونوك، سوا فايفر يكتبوا لك ويديروا لك هاد السيرفيس كامل، ولا ممكن تاني تشوف شي اخ ولا شي اخت اللي في شي جامعه عندكم كيقراوا في الانجليزيه وكيتقنوا اللغه، ولا شي استاذ، وتبدا دير معاه في القهوه وهذا، وشي 50 درهم ولا 100 درهم تفاهم معاه، وربما يدخل معاك هو بالكفاءات ولا اي شيء. كاين بزاف ديال الدراري تخصص انجليزيه في المغرب وكيقلبوا ما يديروا، ما عندوش الكفاءه التقنيه باش يدخل البيزنس، ولكن عنده لغة ممكن تدخلوا معاك وتخدموا مع بعض. الاخوان اللي عنده شي سؤال ولا شي مشكل يكتبوا كامل، بحال واحد داك تبيه فيسبوك اس سوليشن، انا ما عرفتش المشكل بالضبط، يكتب لنا المشكل او يكتب السؤال كامل، ما قدرتيش تكتبه كامل تقدر تطلع معايا نظرك. واش البيزنس بلو يخدم ليا انا كندير كل شيء راسي وما عنديش دوك لي شارج كبار؟ خويا واخا كتخدم باش تفهم واحد القضيه، قدر انت حاليا كتخدم بوحدك وكافيك داكشي، ولكن راه اي واحد بغى يطور المده البيزنس ديالو، واخا خدام انت دابا الكاشون ديليفري وكدير 10 المبيعات 20، راه النهار تبغي دير 100 ولا 1000، راه ما يمكنش دير هذا. راه حنا ما راناش جن، حتى الجن كنظن ما كيخدمش بوحدو، راه كيخصك شي واحد اللي يبالير، شي واحد اللي يوجد السلعه، شي واحد اللي يجاوب. كل ما بغيتي تطلع راه ما يمكنش دير، سينو غتلقى كوكاكولا يكون فيها جوج ديال الناس ولا مولاها فقط، وغتلقى جميع الشركات غتلقاهم فيهم شخص راه ما كرهوش هما تصحاب. كاين شي واحد كيبغي الخدام، راه ما كاينش اللي كيبغي، اللي بقى هو الاخر تبغي، ولكن راه خص لي تسخن له، خص لي هنا، خص لي يدير هذه، خص لي يرد البال، وهي غدا. دونك ضروري ان الا بغيتي تطور راه خصك من بعد تهايري وتزيد في لي شارج وتزيد التليفون وتزيد مقر وتزيد، ربما داك الشخص اللي غادي يخدم معاك في الكونفيرميشن ما عندوش الاورديناتور، غتشري له الاورديناتور وهي غدا، ولا عندي تليفون سؤال. ولا لي روشارج ولا وزيد وزيد. دونك ضروري مع الديفلوبمون، تطوير المشروع كيتطلب دائما تطوير ديال لي شارج ولا ديال المصاريف، ضروري. وحدك دخلتي للبيزنس اونلاين ولا اي بيزنس تسكيلي البيزنس ديالك، ماشي تبقى كموظف وراضي بواحد الصالير. ما يمكنش اصلا يبقى، حيت الا ما طوروش في الفرصه اللي جاته الان، طاح على شي حاجه كيولي دائما عايش في واحد الستريس. بحال دابا انت طحتي في البرودوي كيتبع لك دابا انت بوحدك، الا ما جاب الله شتي ناس يخدموا معاك ودرتي الادز بسرعه باش تبيع في واحد لا كونتيتي باش تربح فيها باش تعاود تطور المقاوله ديالك، انت كتبيع 10 البيسات 10 القرعي ديال الماء في النهار، راه غيشوفك شي واحد الادز ديالك غيبدا يبيع، هو يجيب الامكانيات وغادي يمحيك من السوق ويبدا يبيع 1000 2000 3000 بسرعه. يعني كتولي ديما كتعيش في واحد الستريس، حيت الزبون ما كيتسناش، لا مود كدوز، لابورتونيتي كدوز، دونك حاول تستغلها بسرعة. عندي فكرة ديال الخدمة ديال بحال الكهرباء وبغيت ندير لها تطبيق، كيفاش نقدر نخدمها أونلاين؟ فهمتش. خويا ما انا ما فهمتش، وماشي اي شنو بغيتي دير بالنسبة للكهرباء كمثال؟ راه ماشي اي فكرة عندك راه غادي تكون فكرة بيزنس غونطابل وجستوم، غادي تحطها وتشوف شنو خاصها وشنو باغي دير ودير. الا كاين الناس متواجدين في المحيط ديالك ممكن مستعدين انهم يشريوا هاد لا سوليسيون ديالك، فدير لها التقييم شحال باش غتطلع، وحطها في هاد البيزنس بلان اللي كنهضروا عليه، ودير لها مشروع وكيفاش غتسوقها كيفاش غتوصل لهم، والا بانت لك توكل على الله فقط. شنو الحل ديال الفيسبوك ادز ملي كيتسد، واش نشتري بيزنس مانجر؟ هذا السؤال صراحة ماشي المكان ديالو، لأن الفيسبوك أدس ممكن تطلب منه وقت كبير جدا. الفيسبوك أدس دابا هذا السؤال هو اللي كيتطرح، بحال إلا مشيتي عند شي هذوك اللي كيضربوا الفال، قلت له واش نقدر، هذوك اللي كيكونوا في جامع الفنا كيضربوا لي كارت، كتقول له واش غنولي لاباس عليا، ولا شنو غنتجول، واش غندير، ولا غيوني ولادي، واش ولدي غيجيب الباك ولا لا. الأسباب كتعدد بزاف، البرودوي خاص تعطيني المعلومات، واش السطور ديالك مقاد، واش ما عندكش مشكل في الطاريف، واش ما عندك المشكل في البرودوي لو شوا، واش درتي ياك ما درتيش شي برودوي ديال ليميتاسيون اللي فيه الكوبي رايت، بزاف ديال، واش ما كتبدلش لادريس اي بي ديالك، يقدر يكون المشكل غير في الدار عندكم يوميا، لا كونيكسيون لادريس اي بي ديالك ماشي فيكس، والفيسبوك كيتسحبوا بحال الا الكونت ديالك راه تبلوكا ولا شي واحد دهلك، كل نهار كيتبدل لادريس اي بي كيبلوكي اوتوماتيكمون باش يبروتيجيك انت حتى تكونفيرمي. يعني الاسباب كبيره جدا، ما نقدرش نقول لك. يقدر الصوره كتبين فيها شي جسد، كيبان فيه الجسد ديال البشر كبير بزاف، ربما التكست اللي انت حاطه، ربما الفيديو اللي انت خديتيها ديال الادز، ديجا شي واحد طلق بها الادز ومشى سينيالك، بزاف ديال المعطيات، بزاف بزاف بزاف. خصكم تقراو القوانين ديال كل بلاتفورم غتطلق فيها الادس، اغلبيه ما تقراش القوانين، هي كيحطوا صعب تقول لك ظلموني هو داير شي حاجه علاش سدوا لي. صحيح صحيح.
خويا محمد، واش كاينه شي طريقه ليغال بحال للحصول على سترايب بحال مواطن امريكي؟ خويا داكشي اللي قلت في الاول، غدير شركه في اليوكي، ولا الافضل في اليوكي كاين واحد الموقع سميتو وان اس تي فورميشن، كيعطيك هذه الامكانيه هذه، وكيفتح لك بكل جديه والقانون يعني كمواطن، لان في الانجليز انت كمواطن قاطن خارج الانجليز من حقك دير ال ال سي كمثال، تفتحها تقريبا اقل من 100 دولار كتفتحها، وبها كتفتح البنكه، بها كتفتح سترايب، بها كتخدم المشروع ديالك وتخدم به في الامازون اف بي اي وفي جميع المواقع اللي كيطلبوك باش تكون عندك شركه بكل احترافيه، مقنن بدون مشكل. وحتى الا طلعتي الارباح ديالك وبديتي كتخدم مزيان، كيفتح لك حتى الامكانيه انك تطلع التاشيره، لان كيكون عندك البيزنس ديالك، كيكون لي غولو بونكير، ممكن تطلب من القنصليات كاملين تاشيره وتسافر في العالم كله كاي مقاول في المغرب عنده بيزنس ديالو ولا خارج المغرب. إذا بديت في الدروب شيبينغ وجبت مبيعات كتير ودخلني الكاش مثلا بزاف في الباي بال، ممكن يتسدوا ليا يستوا ليا؟ لا خويا، الباي بال ما كيسدوش الا كان المبلغ كبير، بقد ما كيسدوش الا، انا كنصحك دائما في اي بيزنس سيرو بروغريسيف، سيرو بشويه بشويه. علاش؟ لان البرودوي كمثال حطيتيه اليوم بدا كيتباع مزيان، سكيليتي بسرعه، الفيسبوك ما كيبغيش اللي سكيلي بسرعه، خص تربي البيزنس ديالك شويه بشويه، بدا كل نهار بدا تزيد في البيجي حتى كتسكيلي، هذه الاولى يقدر تسد لك الفيسبوك. الباي بال الا كان البرودوي، تصور انت دابا بعتي 100 بياسه اليوم، غدا 1000 2000 15000 بياسه، كان جي اكزاجير كما كنقولوا، كنهضر بزاف، ولكن يقدر الوقت انت فاش كتصيفطو 15 يوم ولا 3 السيمانات باش يوصل عند الزبون، يقدر الزبون الاول يقول لك البرودوي فيه مشكل، يعني راه داكشي اللي في لا ديسكريبشن ماشي هو اللي وصلني. علاش؟ لان انت الشينوي ما كومونديتيش عنده باش تعرف لا كاليتي ديال البرودوي قبل ما تبيعه، شتي غير في التصاور كيبان لك زوين وهذا. اشنو كيديروا هاد الناس؟ كيبداو يطلعوا لك لي ديسبيت في الباي بال، وباي بال كبيزنس جديد راه كيهولدي لك حتى كدوز واحد المده، حتى الناس كيكونفيرميو باللي راهم، حتى كيشوف انت كدير لي بروف ديالك، يعني انت كتربي واحد لا ريبيوتاسيون ولا واحد السمعه ديالك عند الباي بال، كياخد واحد الفتره حتى شويه بشويه كيطلق فلوسك، وكيشوف الناس اشنو كيقولوا، واش ما طالبينش الريفوند وغير ذلك. الا كانوا الناس كيطلبوا الريفوند راه كيدير لك الهولد على كل شيء، يقدر يكون 30 يوم، يقدر يكون 60 90 يوم، حتى 6 شهور واكثر، وفي بعض الاحيان كيرد للناس فلوسهم كاملين الا صيفطوهم صور والسيبور، سورتو دائما حاولوا تجاوبوا. الا دار لك شي واحد ريد ديسبيوت ولا طلب ريفوند ولا هذا، جاوب ودير دي كابتشور ديكرون، اكتب له بطريقه احترافيه وباحترام وكل شيء، الباي بال راه كيتشيكي هذا الشيء كامل. انا دونك في الدروب شيبينغ ما كنصحكش انا دير البيزنس بسرعه وتسكيلي بسرعه، والباي بال دخل له ارقام كبيره، لان هاد الشيء هاد لي بوان كاملين اللي قلت لك يقدر تاكل فيهم انت العصا ويمشيو لك فلوسك كاملين. علاش؟ لانك كتلقى في نفس الوقت السيد تخلصتي من عنده، الفلوس مازال مهولدين، وانت صيفطتي له السلعه من جيبك، هو كيتوصل بالسلعه، دوك الناس كاملين غيتوصلوا بالسلعه وفلوسك انت غيمشيو. دونك صعب صعب، حاول دائما سورتو في دوك لي تيست الفتره الاولى حتى توصل ديك 100 بياسه 200 150. انا بديت دروب شيبينغ ودرت اعلانات مع 3 صفحات انستغرام عندهم اكثر من 100,000 كا، ولكن ما جبت حتى مبيع، مع انني خديت المنتوج رابح من عند شي واحد مسكيلي على نطاق واسع. ده الاشهار 3 الباجات عندهم اكثر من 100,000، وهو البرودوي اللي خدام من عند شي واحد اللي مسكيلي اصلا البرودوي، هو عاود دار لي الادفيرتايزر. وإذا كان المشكلة شنو هو؟ إذا كان هو براند، إذا كان هذاك السيد براند نفس البرودوي، راه ممكن هو يطغى عليه. واخا حاجة أخرى خصنا نعرفوا لي بارامتر اللي دار هو باش ياخد، راه ماشي كمثال، كاينين بزاف ديال لي انستغرام مغاربة كيديروا 100,000 ما كتعني والو، خص التفاعل في الانستغرام، يقدر واحد عنده 10,000 ولا 15,000 ولا غير 5,000 ابوني في التخصص ديالو، هو كيهضر على الموضوع وكل شيء وهزو وهضر على البرودوي، يعطيك نتيجة أكثر من واحد عنده 100,000 ولكن ماشي في داك التخصص، راه ماشي العدد هو اللي كيهم، راه بزاف ديال إلا شفتوا الانستغرامات في بعض الأحيان كيطلعوا شي واحد كي ديز انستغرام سميتو التقشاب شي حاجة، هذا كيديروا غير لي ميمز وكذا، هذاك راه الأغلبية الناس اللي كيتابعهم دراري صغار، والناس باغيين سميتو ما كيشريوش أصلا. دونك باش الاخ نقدروا نجاوبك، خصك تعطيني اش من دوله، كيفاش سيليكسيونيتي لي زانستغرامور، النوعيه ديال البرودوي ديالك، بزاف ديال الامور باش نقدروا نجاوبك، حيت ما نقدرش انا نقول لك علاش
يقدر غير داك الانفلونسر اللي اختاريتيه انت، المعايير اللي اختاريتي بيه ما رديتيش البال للتفاعل عنده، لي كونفيرجن، بزاف ديال الامور. اش من اوقات بالضبط كمثال جا الانستغرامر حط لك ستوري كمثال مع ال11 ديال الليل والغد اللي مشات، راه بزاف ديال الناس ما كيشوفوهاش كاع، يعني خصك هي دي زوغ الاوقات اللي الاودونس في الدوله اللي انت كتكون فيها خص يكون فيها الصباح ولا الاوقات من بعد الخدمه، اللي ممكن الناس كيكونوا كيشوفوا لي ستوريز، في واش حطيتيها ستوري، واش حطيتيها بوست، واش بزاف ديال الامور، واش ياك ما نسى هذاك درتي الاشهار ولكن ما رديتيش البال واش دار ديك سويب اب، واش بعدا دار لك اللي ولا لا، واش جاوك دي فيزيت، لان يقدر جاوك من عند الناس لي فيزيت، خص عطينا لي ستاتستيك، يقدر يكونوا الناس دخلوا لعندك الستور ولكن المشكل عندك في الستور ديالك ماشي احترافي، ما غاديش يشري، واخا صيفط لك داك الناس، واش تراكيتي بعدا دوك الناس اللي صيفط لك هذاك السيد، العدد ديال الناس اللي دخلوا واش تراكيتيهم، لما كتعطيه اللين سبيسيفي كدير اللين الشورت لينك اللي غتعطيه باش تقدر انت تراكي، واش هذا السيد هذا واش المشكل يبقى عنده ما صيفطش ليا الناس ولا المشكل جاي انا من عندي. هاد المعطيات كلها راه كدير وحتى بطريقه البرايسينغ عاوتاني يكون البرايسينغ ممكن يجيو عند الناس ويجيو يلقى البراسينغ عندك مرتفع، ممكن في بعض الاحيان انت كدير كتلقى ما تستيتيش الموقع ديالك، كيبغيو الناس يديروا اد تو كارت ولا هذا، وكيجيو كيلقاو عندك غير باي بال وانت ما عندكش كارت بلو، والاغلب بغا يشرو بهذه القضيه هذه، ولا عندك مشكل حيت غير انت ما تستيتيش الستور ديالك اصلا، ما تقدرش دير فيه كمثال البيمنت ما اكتيفيش عندك ولا شي حاجه، انت كتدخل داك الديمو فاش كتكون مكونيكتي كيبين لك كل شيء ولكن ما اكتيفيش لدوك الناس اللي على برا، دونك هاد لا جيمناستي. واش الستور ديالك ما فيهش مشكل غير في الموبايل كمثال، كاينين بعض ديال الناس كتدخل لي التيم ديالهم كيصيفطوا لي الدراري لي ستور باش ندير لهم الريفيو، كندخل كنلقى ديك اد تو كارت طالعه فيها شي بوب اب ما تقدرش كاع ديرها من التليفون، هو كيخدم في الاورديناتور وما عمره جرب في التليفون الستور ديالو شنو كيعطي، وانت تبغي تشري عنده ما تقدرش، ما عندكش هاد الامكانيات، واش كدير كتسد وكتمشي بحالك وهي غدا. دونك هاد ركزوا لي بزاف ديتاي على التليفون مقارنة بالبيسي، التليفون ركزوا عليه بزاف. ركزوا على تغلب الموبايل. التليفون. حاجه اخرى اليوزر اكسبيرينس كتلعب دور، دونك حاول انك تجرب في الاندرويد، تجرب في الابل باش تشوف الستور ديال كيفاش كيطلع، واش اكسيسيبل ولا ماشي اكسيسيبل في لي نافيغاتور، بزاف ديال الناس كيستعملوا هذاك النافيغاتور ديال ابل اش كنسميوه ديال مشات لي السميه ديالو، في النافيغاتور ديال الابل في التليفون اوبرا كمثال، اوبرا الاغلبيه ديال المواقع ماشي اكسيسيبل فيه، دونك راه مشكل، خص انت تجرب تشوف ياك ما عندك شي مشكل، دير البلو سامبل دائما يكون بسيط ويكون براتيك. اخي محمد، السؤال ديالي قبيله كان هو انا عندي فكره مشروع ديال تطبيق خاص توصل الطلبات، بغيت نقاد ليه بيزنس بلو باش ندفع الدعم. كاينين في المغرب بدون ريبه، وبغيت تعاوني بافكار باش نزيد من الحظوظ ديالي. خويا خالد باش ما نحتكروش، ربما الناس كلهم ما غاديش يستافدوا، ممكن تبعت لي رساله في الانستغرام، انا ممكن نخدم معك في سميتو في هذا البيزنس ديالك في الفيشي، ونوريك ونحاول ندرس معك المشروع ان شاء الله سونز اوكان بروبليم. اللي عنده شي سؤال يقدر يحطه الخوت، وحتى اللي بغى يسول يطلع غير ويسول مرحبا. بالنسبه له هو يحاول انه يوجد جميع المعطيات، يعني ديجا اللي عنده بحال دابا الدوفي هذاك اللي غايقاد له لابليكاسيون شحال باش غايقادها له، المعطيات اللي انا ما عنديش باش نربح الوقت، وتواصل معايا نديروا وقت ونشوفوا في زوم ولا هذا وندرسوها، ما كاين حتى مشكل. تقدر يكتبوا لي سفاري، يعني حتى هو كاين سفاري مشكل. عنده الحق، وي سفاري حتى هو فيه مشكل ديال الاكسيسيبيليتي. اللي عنده شي سؤال اخوتي يكتبوا لينا، حيت ما بقاش طالع ليا هنايا، ما عرفتش علاش. ولا اللي بغى يطلع لايف مرحبا. ياسين الميل، الا كنتي باقي هنايا اكتب لي شي كومنتير نطلعك لايف. شنو احسن من صاله ومتجر شنو الدورات التدريبيه؟ أحسن منصة أو متجر للدورات التدريبية؟ شنو ما هي الدورات التدريبية؟ يعني شنو بغى، ما فهمتش شنو واش بغى زعما لي فورماسيون بغيت. كاين يوديمي، كاين بزاف ديال المواقع، وكاين بزاف راه في جوجل، فيسبوك دابا راه عنده لا بلاتفورم ديالو، جوجل عنده لا بلاتفورم ديالو باش تعلم الفيسبوك وتقرا عليه كل شيء بلا ما تحتاج أنك تدرس، غير خص الانفستيسمون ديال الوقت واللغة. خويا خالد الا صيفطتي ليا غير دير ليا ابليكاسيون، دير ليا لو تيتخ باش نعرف، حيت كيكون الميساج بزاف يعني مباشره، ما تصيفطش ليا السلام وتسنى نجاوبك، صيفط ليا الموضوع كامل باش نقدر نجاوبك مباشره ان شاء الله ونتواصلوا، وخلي رقمي الا عندك شي رقم ديال الواتساب. دونك الاخ كيهضر على البلاتفورم ديال لي فورماسيون،
صراحة المعروفة هي الإخوان كيكتبوهم لك أوديمي كورسيكا، حتى في اليوتيوب إذا كنتي كتفهم شوية راه ممكن أنك تلقى محتوى كبير وجيد. فين تبيع؟ أنت باغي تبيع على فورماسيون ديالك ولا باغي تبيع ما نعرف شنو بغيت تبيع، واش برودوي ولا شنو باغي تبيع؟ كانت وصلنا هذا الشيء معطل هنا، لان شي سؤال اخويا يقدر يكتبه باش عندي واحد تشوف. الشهادة دولية ديال واش نقدر نخدم بها في أوروبا. بيان سور أي تخصص الآن الأونلاين راه هذا هو الأفونتاج ديالو، هو التخصص الأونلاين كيعطي الإمكانية وما كيبقوش دوك الحدود ديال البيزنس أنك بالضرورة تكون في أوروبا ولا في أمريكا باش تشتغل. كاين فايفر، كاين أبور، كاينين ممكن أنك تخدم في من المغرب، وسورتو في هذا الكورونا، المشكل ديال الكورونا راه بزاف ديال الناس خدامين ا ديستونس في ديورهم دابا في هذه الدول الاجنبيه، والناس خدامين من ديورهم. دونك اللي كيهم هو الكفاءه، اللي كيهم هو ان فوا كتميتريزي شي حاجه في الدومين ديالك تخصص بها وتحاول تطورها وديرها باحترافيه وتدرسها مزيان ودير الويب سايت الانستغرام اكسيتيرا اكسيتيرا. إذا كان أخي محمد شي نصائح تعطيوها للناس اللي بغى يلا يبغى يبدأ، يعني يلا كمبتدئ، شو وقت معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم خويا، مرحبا. السلام عليكم. انا خويا ما عندي واحد سمعناش، كيمشي لك الصوت، كيمشي الصوت، ما سمعتش. راك تسمعني دابا؟ دابا مزيان، تفضل. تسمعني؟ ولا قرب شوية من الويفي ربما. فوالا دابا كتسمعني مزيان اخويا؟ دابا مزيان. انا اخويا عندي دابا تقريبا دابا شي شهر تقريبا، انا دابا كندرس في واحد البيزنس بلو، والبروجي اللي بغيت نبدا ان شاء الله. الفكره جات تقريبا دابا شحال هادي يعني الفكره، وكان عندي شي مهم راس المال كنجمع فيه وكذا وهنا. اخويا محمد هو البرنش اندومنت ديال السوبليماسيون بالضبط. دابا انا بديت في المشروع، مش كندرس فيه دابا، غادي معاه قررت نكمل البيزنس بلان. مش عندي الاستفسار اللي عندي هو خويا كيقطع الصوت، ما نعرف واش كيسمعك، انا ما لا كنسمعش. انا مقطع عندي وحتى سمعت البرينتين دوما. كيقطع تسمعني دابا؟ والريزو كيدور، يعني عندك الا كاينه عندك امكانيه ولا ديال الكاتجي ولا شي حاجه باش على الاقل نقدر نسمعوا الجمل الكامله. الو كتسمعني دابا مزيان؟ دابا مزيان، حاول انك تبقى في هاد سميتو. انا باش نقول السؤال ديالي باش تسمعوه. انا عندي واحد، شنو هما المعايير اللي هاد البروجي هذا راه مزيان ونطلب في السوق، بص يعني والو اخي مزيان ياسين، عشان كيدير الكونيكسيون تقاد. شكيل استسمح، ولكن خويا ما سمعناش، ما كنسمعوش الصوت مزيان، دونك ما نعرف. صفت لواحد الدري دابا، نشوف يطلع هو. واحد الاخ كيقول لك ودي عبدو شاطر، كيفاش تخدم معاك ديفلوبر فريلانسر وتحمي الفكره البروجي ديالك؟ خويا الطريقه الوحيده هي انك تشوف شي واحد ولا انت كمثال دوك لي فيتشرز اللي غيكونوا فيه، تقسمهم وتعطيهم لديفلوبر مختلفين، ما عمرك تعطي البروجي كامل. الطريقه شنو هي؟ بحال دابا كمثال، ديما كنرجعوا غنكون قتلتكم بهذه القرعه ديال الماء، بغيتي تقاد القرعه ديال الماء راه ما غاديش تعطيها كلها، تعطي هذا البوشون غادي يقادو، الاخر كل واحد شنو غادي يقاد، الديزاين ديالها كل واحد كيخدم فيها لا بارت ديالو، ومن بعد انت كدير لاسومبلاج كتجمعهم. يعني لي فيتشرز كيكونوا مختلفين، هادشي اللي تقدر دير سيرو. الله واحد الدري. السلام عليكم. السلام عليكم عليكم. السلام ورحمة الله. لا كيسيون اللي بغيت نسول قبيله، بغيت تنهضر على المنصه ولا المتجر اللي غتصاوب، واش تصاوب باش تبيع مثلا دوره تدريبيه، ولا صاوب دابا مثلا دي زي بوك، واش تبيع في تصاوب ان سيت وورد بريس ودير له شي بلاجن معاه، ولا تحط شي بحال المنصة الدولية باش دير دورة، ولا تبيع لي زيبوك؟ شنو أحسن زعما، بلاتفورم ولا سيت ويب اللي تصاوب أنت؟ واش تخدم غير راسك سيت ويب ديالك وورد بريس وتقادو،
ولا تحط في شي منصه اللي معروفه مثلا بحال اللي قلتو ايديمي، او ميم طون دير ليها الماركتينغ. دابا كاينين جوج ديال سميتو ديال جوج ديال الاسئله. كيفاش انت غتسوق الدوره ديالك الا كانوا كمثال انت شي واحد الانسان معروف وكيدير دروس وهذا والناس كيقلبوا عليك وعندك ديجا لي ريزو سوسيو كمثال وباغي دير دوره باش تبوستيها وغتبيع لدوك الناس اللي عارف انت الاودينس ديالك، راه تقدر دير الوورد بريس كما قلتي ودير لا بلاتفورم تحط الفيديوهات ديالك بريفايت في اليوتيوب وتجيب لي ليان وغير ذلك، والناس يقدروا يخلصوا لابونمون وكيجي لاكسي ديريكتومون اون فوا خلص كيجي المود باس وهذا كيدخل كيشوف ستريمين كيتفرج في الدوره. ولكن المشكل لافونتاج اللي كاين في اليوديمي هو داك بحال الامازون، هو ان الناس كيقلبوا بلا دوك لي موكلي. بحال دابا انت غدير الدوره ديال البيزنس في شي دومين ماركتينغ، راه وي غيجيوك واخا ديك يوديمي دوك لي بلاتفورم كيديو معاك واحد النسبه العمله، ولكن راه كيجيبوا لك الناس اكثر الا ما كنتيش معروف، فهمتي؟ لان الناس كيدخلوا كيقلبوا في الموتور دو ريشيرش كيطلعوا لي فورماسيون ديالك، وحتى الناس الى عندك الناس قلال ممكن تبعتهم يستغلوا تما. هذا بالنسبة، نعم هذا بالنسبة للإنسان اللي معروف عنده لي كليون واحد يلاه بدا وصاوب واحد مثلا، نقولوا دو كاتيجوري، صاوب مثلا دورة تدريبية ولا واحد صاوب لي زيبوك. اشنو هو دي التخصص ديالك بالضبط؟ ديفلوبمون بيرسونيل تو سامبلومون، ونقولوا ان بارسي مثلا فيها شي شوية ديال تو سكي ماركتينغ بليز او موا، نقولوا ان ديبيتون او ماركتينغ. ولكن كاينين تقدر دير التخصص بزاف. زعما هو نعم تو سكي ديفلوبمون بيرسونيل، ان ديفلوبمون راه الي تري فاست، و تي بو فير بوكو دو شوز، سوا لا بسيكولوجي سوا لا كونسيونس سوا بوكو دو شوز. انا ان توكا شخصيا بعت لي في الانستغرام يعني نشوف لي كونتوني، الا كان الكونتوني ديالك يعني جيد عجبني انا راه غنبارطاجي لك في الانستغرام، الله يحفظك، ميرسي ممكن بوكو. ناخذ فرصه ربما نديرو لايف وتعرف بالمحتوى ديالك. بالعكس انا الناس تستافد، ما كاين حتى مشكل، وعلى حسب المحتوى. بغيتي انت راه الا كانت عندك امكانيه انك دير، ولا الامكانيه التقنيه ولا الماديه انك دير سيرفر ولا دير نون دو دومين ودير الوورد بريس ديالك وتحط فيه الفيديوهات ديالك وما مسجلين وكل شيء، راه وي لا نونبيش با لو تقدر تحطهم فيهم بجوج. شو اون تران بارلي لينا؟ وي كي قلتي عندك صح، كاينين دو كاتيجوري، اما مثلا دابا لي بلاتفورم اللي مزيان بحال دابا نقولوا كاجابي، وكاين تتقام عليك مثلا 1500 في الشهر، تيديروا لك التسويق، تيديروا لك كل شيء، ولا مثلا تانك فيك بوكو دو شوز، ولا هذا اون اوبسيون. لكن عندك بوكو دو كليون وعندك بوكو دو رونتابيليتي. سينو دي بار ما عرفتش نقول تدير الورد بريس افيك ان نوتر بلاجا، ولكن تتعذب شي شويه في الخدمه ديال توسكي. وورد بريس الان بسيط في لا ميزون بلاس ديال لا فورماسيون اون لين. علاش؟ لان كاين واحد البلوجين ديالهم ديال وورد بريس اللي كتانستاليه، وغير كتعطي لي ليان كدير البلانين كدير لي تيتخ ديالك وكتعطي لي ليان تقدر تجيبهم حتى من دير لي فيديو ديالك تطلعهم في اليوتيوب باش ما يكونوش ما ديرهمش تقال وغير ذلك. غير هو الريسك راه شنو هو؟ هو اي واحد ممكن يابلوديهم الى بان مانيبيولاسيون اللي هي بسيطه. اي اصلا المغاربه راه اي لحوم في يوديمي يقدر الدوره ديالك تيليشارجيوها يبارطاجيوها لك فابور في الفيسبوك. كاين اللي هذه المهنه ديالو ما كيتصنت ما كيتعلم ما حتى حاجه، كيابلودي كيبارطاجي. خوتي الى عندكم الى بغيتوا الفورماسيون ديال فلان راه عندي، هذيك هي الهدف ديالو في الحياه يعني باش ما تربحش. ما فهمتش انا علاش كيدير الامور هذه، ولكن راه هي باش تبروتيجي. حاجه اخرى اللي اشنا هو اللغه باش كدير؟ الا كنتي كدير باللغه العربيه وغير ذلك، راه حاول انك دير الكونتوني ديالك بوحدك، لان الايديمي بزاف ديال المغاربه واخا يبغي يشريو هذا راه ما كتكونش عنده لا كارت وما كتكونش عنده باش يخلص، وبزاف ديال الامور يكونوا اذا كان المحتوى بالانجليزيه ولا بالمعطيات اجنبيه. تقدر في الاول باش تعرف براسك حطهم كاملين، واخا ما تديرش مبيعات، ما الفيديو انت مصور وحطه حتى في اليوتيوب ما خسر والو. ومن حيث البايمون جات وي بالنسبه للمغرب، شنو زعما اللي تنصح به؟ شي شركه اللي تخدم فيها سترايب ولا شي حاجه، شنو احسن؟ ما عارفش انا انا دابا احسن تلقائيا الناس اللي في المغرب الاغلبيه اللي كيبيعوا الدورات كيخدموها بالباي بال. علاش؟ كيصيفط له الليان حتى كيخلص له الباي بال، عاد كيدير لا ريفيرونس هذا ويبعت له الليان ديال الانسكريبسيون. يعني ما صعيب البيمون جيتوي واخا تانستالي كاع وديرو، راه بزاف ديال الناس ما عندهمش لي كارت بلو، يعني بزاف بزاف. ولا عنده كاع كيقول لك ما فيه ما عندوش السولد بالدرهم ولا باش شنو عمرك باش غادي دير؟
تقدر انت ندير مثلا الا درتي تسويق ديرو مثلا او نيفو مونديال، وتقدر تخدم مثلا في دوتر بي اغا، ماشي ضروري المغرب. ولكن تنهضر على انا سولتك اشمن لغه باش درتي المحتوى ديالك، انا درت بالعربيه تقريبا دابا انا العربيه في، الدارجه ولا اللغه العربيه لا الفصحى؟ لا اللغه العربيه، وميم طون غندير انفيرسيون فرونسيز من بعد. واخا ممكن نفكروا ندرسوا الموضوع مع بعض الا بغيتي في الخاص باش ما نضيعوش الوقت بزاف، باش نشوفوا الامور على حسب الكونتنو هذا. وانا الا بان لي المحتوى عجبني وداكشي الخدمه ما سميتو ماذا بيا نشجعك ونبارطاج، ما عندي حتى مشكل. الله يحفظك. انا اللي باقي حير، واش تحط في منصه ولا دير راسك السيت ويب ديالك؟ المنصه سيفري تتخلص، ولكن تتهنى من بزاف الحوايج ديال لي زيماي والتسويق تعاونوك. درتي راسك تتبقى خصك يعني، ما هما تيكونوا تري تري بيرفورمون في تو سكي ماركتينغ، تو سكي الثقافة المغربية والثقافة العربية عامة، باش إلا ما كنتيش معروف صعيب أن الناس يشريوا من عندك الكور بلا ما يعرفك، وعامة في كل شيء. لهذا من الضروري سواء غادي دير قناة في اليوتيوب وتحاول أنك تعطي نصائح ولا تعطي شوية من ذاك الكونتنيو اللي غادي تعطي، باش على الأقل هادشي تعرف براسك، وتما تبدا دير لي حتى إلا درتي ستور ديالك ولا درتي البلاتفورم ديالك، راه من تما غادي تقدر انك تبارطاجي مع عباد الله ويعرفوك من بعد التلقائيه هذه. شكرا على هذه النصيحة. واحد لا كيستيون، واحد مثلا نقولوا ان ديبيتون كيلكو سوا صوب ان بون برودوي، ها لكن دار ان ايفور مثلا، قلت لك لا دار ان ايفور في الماركتينغ يعني في التسويق في فيسبوك في لا تستخدم مزيان، واش عنده ان شونس انه يتباع له، ولا حيت لو في انه ما معروفش يعني مثلا دار ان بون فانل الامور ديالهم قاده سواء في منصه سواء في سيت ويب، ولكن خدم مزيان، ولا مثلا نقولوا كاع انفيستا في الاد، واش غيبيع ولا ما غيبيعش؟ ما نقدرش وبان نقول لكم لك، حيت نقدر لك على هذا المعطى يعني، كتقدر تجاوب انت عليه فقط بالتجربة، خصك تجرب، كي قلتي ما تقدرش تعرف. جوجي انا الانفيرس، الا كنتي معروف وكان المحتوى ديالك زوين والناس كيعرفوك، واخا ما عندكش دوره بزاف ديال الدراري كيتواصلوا معاك يقول لي اخويا واش عندك شي حاجه بغيت نشري المحتوى ديالك هذا، كنقول له ودي انا راه ما كنديرش دورات، ما عنديش دوره كنبيعها بالاسباب اللي انا ذكرت لكم. ثانيا الجوده ديالها الا درت لك انا فيديوهات راه كنعطيهم في اليوتيوب ماشي بالضروره توصل بهم، ولكن الا خديتك في البروجي انديفيديوال 1 تو 1 ومشيت درت معاك البيزنس بلان، هضرنا ناقشنا وريتيني الديزاين الفكره ديالك، بدينا كنطوروا فيها وكنناقشوا وكنقراوا وشفنا المتخصصين في الميدان، فسي سور غنعطيو نتيجه. دونك داكشي علاش كندير انا الكوتشينغ وكندير السويفي مع الاشخاص مباشره، حيت كل بروجي عنده لا بارتيكولاريتي ديالو، ما تقدرش تقول واحد البروجي راه الا طبقت عليه ولا شي حاجه واحد البيزنس بهذه الطريقه درته بهذه الطريقه راه اوتوماتيكمون يعطي نتيجه، لا. وانا دابا ما انا نقدرش. الراي ديالي اخويا، تفضل اخويا. الراي ديالي الا ممكن دير شي حاجه بيسيك للناس البيجنرز، تلوحها في يوديمي، ومن يوديمي غدير ليان للاخر ديالك للباج ديالك، يعني دير يوديمي فور فري، فري. ديرو فري في اليوديمي في الاول. اوكي انا فكرت يوديمي ما كيديروش، ما كيخلوش الفري دير ليان، لا ما كي... لا دير الفري الا بغيتي تحطها فور فري، غير هي اللي ما كاينش، ما تقدرش، ما دير في كيخرجوكش الفيديو، الاكستيريور. تهضر عليه في الفيديو. اه فوالا، دير الاشهار ديالك دون ان بروميي طون، يقدر دير لا فيرسيون الاولى الثانيه جوج ولا ثلاثه الفيديوهات، ولا بغا اكثر كتصيفطو للموقع ديالك كتهضر على كدير اللوغو ديال الاكاديمي ديالك ولا كتسمي شي حاجه. كيما انا درت كمثال كنخدم على واحد البروجي ديال سميتو ايكومي انيك اكاديمي اللي انا كنشتغل فيها كلها باللغه الفرنسيه، ما كنتحدثش عليها لان بزاف ديال المغاربه ما كيبغيوش الدروس ولا بزاف سميتو ما كيبغيوش المحتوى باللغه الفرنسيه، ولكن تقدر بالعكس بالعكس بالعكس، انا تنشوف دابا اللي زعما مثلا نهضر انا لا فامي ديالي تيشريو لي ليفغ اون فرونسي، بالعكس حنا بلد فرانكوفوني، ولا فرونسي زعما الي اونكري في لا كولتور ديالنا بواحد الشكل بحال ايكيفالون العربيه بوتيتر قليل ديكري. قليل الناس اون توكا قليل. بالعكس انا تنشوف بعدا او نيفو ماروك كوتشينغ لي كوتش كي ميتريز بيان لو فرونسي، وعندهم عندهم هذاك الليدرشيب فرانكوفون، يل ترافاي تري بيان كل الناس اللي تيهضروا مثلا نقولوا اون دياليتيك. تنهضر انا زعما انا كنهضر زعما بحالكم، في ماروكا. كنت درت واحد الستاتيستيك في البروفايل ديالي الناس اللي كيتابعوني، قلت لهم ودي المحتوى حيت عندي فيديوهات اللي انا درتهم
بحكم هنا في فرنسا يعني محتوى جيد في بزاف ديال المجالات، كنقول لهم واش غنحط لكم الفيديو لان كيخصني ندير فيه واحد النوع ديال الايديتين باش ما نضيعش فيه وقت. وهذا قلت لهم اودي واش مهتمين ولا بزاف ديال في لي ستاتيستيك يقول لك اودي انا المحتوى الفرنسي ما كيعنيش بقى قليله جدا، وبالنسبه لذاك المجهود اللي غيطلب مني انا باش نعاود نطلع الفيديو ونقطعه وندير هذا ونحيد منه لي زانترفونسيون ديال الناس اللي حقوق هذا فين كندير سميتو، بزاف ديال الناس ما دونك كنفضل ما نحطش المحتوى باللغه الفرنسيه قليل فاش كنحط، وفيهم الناس اللي كيتصحابوا فاش كتهضر معاه باللغه الفرنسيه اللي انت كتنتج ولا كتفهم فيها بزاف بحال اللي كتبان عليه. هذه فكره، ودرت دي انا ستاتيستيك في الانستغرام وللاسف كان عندي مشكل. انا كان عندي نفس الفكره، ولكن بوتيت حيدت هذه الفكره في الاخر. انا شنو قلت؟ انا واخا باقي ما حطيتش ان برودوي زعما اللي في السوق ولا درت تجربه، ولكن تنقول الفو ديفيرسي لي كليون. يعني تقدر تحط صوبتي مثلا ان برودوي، ما كاينش بروبليم دابا في لا لونغ، يعني تو بو لو ترادوير فاسيلمون. كاينين دي لوجيسيال كاع لا لونغ، تقدر كاع الصوت ديال كاع ما يبان وتخدم معايا بالسكريبت ودير لا لونغ. سي فغي لا كنتي تخدم على البروند ديالك مزيان يبان الصوت ديالك في لي لونغ كاملين. مي انا تنقول او نيفو دو ماروك راه نقول لك 50 عرب 50 فرونسي، ودابا راه نقدر نقول لك راه كاينه واحد 10% انجلي. دابا يل شيرش لو برودوي انجلي، بوتيت دون 10 زون غتولي الانجلي اكثر من الفرونسي. انا تنقول دو بوان دو في زعما On est en même temps, ce que je vois, les coachs en français qui vendent les produits facilement dans le Maghreb, alors que les Arabes qui parlent le maghrébi ou le darija ou le blog arabe, peut-être Instagram a une idée. Mais moi, du point de vue personnel, je suis un des leaders. زعما ما تبش ماشي مشكل خويا، ان شاء الله نعاود نناقشوا الموضوع ونشوفوا ان شاء الله. بالنسبه لي تواصل معايا ونشوف السير غتبيع لي بي في المغرب. انا من تنشوف برودوي ديال لونغ فرونسي راه ما تهضرش على الماروك، راه تهضر على الجيري، تهضر على تولي، تهضر على ميم لا فرونس، تقدر تهضر على تولي بي لافريك، تقدر تبيع حتى في دوطخ بي، ماشي ضروري المغرب زعما تبقى ولا فرنسا، راه كاين بوكو دو بي فرانكوفون. يعني هذا هو صح شو. صح انا عارف القضيه هذه. نعم نعم، هي سي ان شوا، سي ان شوا بيرسونيل باغابوغ لوبورتينيتي وباغابوغ لي مونتاليتي تاعهم كيلعبوا دور. لان الا غادي نحطو انا غادي يشري عندي واحد وغادي يلحقوا في الفيسبوك والقيمه ديال الكور ديالي ولا المحتوى ديال 6 شهور ولا عام ديال الخدمه مشى، ما كيهمنيش ان الله ما نضحي ب 100 واحد ولا 200 مغربي وما تانتريس با، لان انا غادي نربح والمعلومه غنعطيها كما بغيت بالدارجه ولا باللغه اخرى ولا هذا كما كنحدد انا. ولكن ما نخليش شي واحد يدي موتيفيني بهذه الطريقه هذه، لان مازال ما عندناش الاخلاقيات اننا كنديروا التقييم للعمل ديال الاخر، ما كنعطيوش قيمه. كما قلت لك ديك الساعه راه رد بالك لهاد الناس هادو كيهز الدوره بزاف ديال الدراري، منهم يوسف بزاف دراري كنعرفهم دورات ديالهم تهزو ولا لي كور ديالهم تحطو مباشره في الفيسبوك لغد ليه كيخلصها واحد وكتحط. نقول لك واحد لافي حتى هو بيرسونيل، انا شدي بلوغور واعرين او نيفو مونديال اللي شدوا المحتوى ديالهم والدورات، ونقدر نقول لك قالوا لهم فوالا فري ما غاديش تضيعوني، ها انتم بغيتوا تاخذوا هاد لي بلوك خذوهم، بغيتوا تاخذوا هاد الدورات خذوهم. زعما ما انا يعني بحال اللي قلتي غادي من ديك المبدا ديال الوفره كاين في الكون، يعني ماشي انت اللي غادي تحيي الا بعتي لي هاد الدوره ولا بعتي لي هاد ولا خديتي لي قرصتي لي هاد لو برودوي صافي غتهرسني. انا بكين لان تحيت لي مثلا واحد، انا متفق معك ولكن انا ما كنديرش يعطوني لي الله. انا تنهضر زعما بوتيت ما عارف زعما لو ديتاي ديال المارك، انا ما كنخدمش انا كنمثل شي واحد. نقدر نعطيكم واحد السميه ديال واحد سميتو جيني بيل جو كوا بيلي، هذا معروف باش نفهم واحد القضيه باش ما نبقاوش في هذا الحوار الثنائي، باش نخليو فرصه لواحد اخر. انا ما كنخدمش بنفس الطريقه اللي يقدر يخدم فيها شي واحد اللي يهز التليفون يغبد يصور. انا كنخدم المحتوى ديالي، كندير دراسه، كنشري كتب، حتى كندرس الموضوع، كتكون واحد لا بريباراسيون فاش كنكتب لي بوك ربما كياخذ 6 شهور ديال حتى العام باش يتكتب، كنعطيه للديزاينر كيكون واعر باش يتقرا باش مدروس هادشي كامل كيتخلص. بغيتي دير فيديو كتانفيستي في الكاميرا، يعني ما كنديرش الخدمه اللي هي ناقصه ولا غير هكاك، كندير خدمه احترافيه وخاصها تخلص. حتى الوقت ديالي فاش كنعطيه كنرد واحد لابارتي ديال المجهود. الامور اللي كاينين الناس كنتواصل معاهم كنعرف باغي يخدم وكل شيء،
حيت المشكله شنو هو؟ ماشي حتى لا تعطيك فابور، في بعض الاحيان لو فت انك كتعطي المعلومه كتلقاها فابور، المواطن المغربي ما كيعطيهاش قيمه، كيقول لك هذيك راه غير فابور، عطاها لي حيت ما بغاهاش، راه غير فابور، وديك فابور كتخليه، ولكن نهار كيخلصها كيتفرج دوك الفيديوهات كاملين كيعاودهم ثلاثه ولا اربعه الاخرات عاد كيستافد، ولكن الا عطيته انا اللي فابور ما غاديش يستافد حتى شي حاجه. واخا، إذا كان شي واحد باقي شي سؤال، عندك باقي الوقت أخي محمد؟ نقدر نزيد 5 دقائق لان صراحه بغيت نمشي نتعشى والوقت تاخر شويه، احنا دابا راه عندنا تقريبا 10 و35 دقيقه، شحال درنا ديال الوقت دابا؟ ما نعرفوش حددتي الوقت اصلا ولا لا. ساعة ونص. إن شاء كنظن الله يجعل البركه، والى كان دي كومونتير اخرى ولا ربما الى بغاو الاخوان الله، إذا معنا معنا، إذا كان نديروا شي عندك لايف اخر ما مشكل كاين حتى جامد مشكل شي خطره اخرى. إن شاء الله. إذا عندك شي سؤال أخي ممكن تطرحه بالزربة، واش كيسمعني ولا لا؟ خويا السلام خوتي، عفاك غير بالنسبة لك، حنا هنا مثلا اللي في الأوروب وفي داكشي عندنا مشكل ديال ميكرو أونتربريز وديال هادشي، عفاك واش إلا بغينا نحلو كومباني في اليوكي واش واخا نديروها بسميتنا ماشي مشكل، ولا خاص شي سمية ديال شي واحد من لا فامي في المغرب؟ انا كنصحك خويا ديرها، دير الى عند الام ولا الاب ديالك في المغرب هو يكون ماناجر، وانت دير اون طون كاسوسي ماجوريتير، يعني الشركه انت الاسهم ديالك كاملين راه كدير جوج ديال كيكون ديريكتور والماناجر واحد فيكم، باش السميه ديالك ما تبانش اونيفو لا كونتابيليتي، ولا غدا الا كتكون تخدم بزاف ما تكونش كمثال. بالنسبه لفرنسا الدوله كتحتم عليك انك ديكلاري اي حاجه عندك على برا ولا شي جيستيون، ولا ربما لومبلويور ديالك الا كان كيمنعك انك دير مقاوله وغير ذلك، من الافضل دير شي واحد اخر، ما لقيتيش راه ما كاينش الريسك بزاف، ولكن من الافضل حتى ديك 0.01 ولا 1% تفاداها. شكرا. اللهم يسر. إيه محمد، عطينا آخر نصيحة للدراري كان ممكن. صراحة أنا شنو نقدر نقول، هو حاولوا أنكم تعلموا أي حاجة قبل ما تدخل ليها تفقه فيها. أنا كمثال ما عمري كندخل لشي مجال وما عنديش الإمكانيات ديالو للفكري وما كنفهمش فيه، كنشوف ذوي التخصص كنمشي كنتعلم. كمثال انا مؤخرا عندنا في البلاد بغيت اسميتو بغيت ندير النحل ياك، باش تطوير المنطقه باش الناس يقدروا يخدموا ونخلقوا شي فرص الشغل، داكشي من بين الامور اللي كاينه في الجبل عندنا في نواحي تفراوت من الفوق ديال تفراوت هي الفلاحه وبزاف ديال الامور. مشيت كنقرا وشريت كتب وبديت كنشوف فيديوهات على النحل، كيفاش التربيه ديال النحل، كنشوف روبورتاجات الملكه ديال النحل كيفاش كيدار، امتى كيتكاثروا، الاوقات، الطبيعه، لا شنو كيأثروا، باش نقدر نفهم. غدا غنمشي نجيب، غادي نجيب واحد غادي يقابلهم، على الاقل انا نقدر نديريجي نجيبو غير من السوق واخا ما تكونش عنده الكفاءه، ولا حتى فاش كنكون كنهضر مع شي واحد كنفهم شنو واقع في الدومين، واخا ما نبغيش نربح في داك الشيء كنديرها كهوايه، ولكن كنبغي نعرف عليها كل شيء، الكبيره الصغيره والكبيره. دونك هذا خص يكون عندكم مبدأ في الحياة، أي حاجة بغيتي تدخلها وتضيع فيها وقتك حاول تفقه فيها باش تقدر ما تضيعش لا في الإمكانيات لا في الوقت وحتى لا برودكتيفيتي ديالك غتعطي. أما إلا جيتي كتلاح في أي تخصص وأنت ما كتفهمش فيه غادي تضيع وقتك وغادي تضيع الطاقة وغادي ديما غادي تولي تقول هادو عا كيكذبوا علينا هادشي ما صدقش، ولكن المشكل حيت أنت ما عطيتيش لراسك الإمكانيات كيف خصك. واخا خير هذه محمد، بالنسبة اللي بغى بزنس بلوك يقدر يهضر معاه على ود 101 كوتشينج او لا اي حاجة عندها علاقة بالبيزنس او الاي كوميرس. الاي كوميرس ممكن. وبالنسبه لذاك الفيشي انت قول لي وقت ما وجدتي، ربما من هنا غدا تواصل معايا ان شاء الله في الواتساب ونبعث لك اللين ديال ذاك الفيشي اكسل اللي بغى يتيليشارجي ويخدم به، ما كاين حتى مشكل. هادشي اللي كاين. شكرا اخي محمد بزاف بارك على الله الوقت خويا، ديالك. شكرا انت، وفرصه بارك الله فيك. فرصه سعيده ان ان شاء شاء الله، الله نتوقف ونتمنى نعاود نتلاقاو ان شاء الله في شي وقت اخرى. ان شاء الله اخي، بارك الله الله يبارك فيك، شكرا اخويا، السلام شكرا عليكم، شكرا لكم. الله يحفظك. اللي بغى يدخل الكلوب هاوس ديال السي محمد راك حط اللين ديالو في ستوري ديالو، دخلوا ليه راه كاين انفيتاسيون تما، ودخلوا حتى الكلوب ديالو اللي بغى يستافد واللي عنده شي سؤال يقدر يحطو عندهم حتى هما يسولوا في كلوب هاوس. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش انفيتاسيون ديال كلوب هاوس، مشوا ليام راه حطوا السي محمد في ستوري ديالو ودخلوا ليه. انا راه غندير السيف دابا اللي بغى يرجع اللايف، اما من بعد غادي يكون في يوتيوب. حتى ليام من غيسيفط ليا ديال اكسل راه غنحطو لكم في ستوري هو الاول، حيت انا يوتيوب باقي ما نعرفش حتى غنحط فيه الفيديو، غنبقاو في ستوري من غي من ناخذو من عندي. المهم هادشي اللي كاين الخوت، نتمنى تكونوا استفدتوا. اخي اشرف، غندير لك السيف دابا ان شاء الله وبعد ساعه تفرجوا. اللي كنتمنى انك تبارطاجيو مع الناس اللي
مهتمين بهذا الموضوع، نتمنى تبارطاجيوه، وان شاء الله نتلاقاو في شي لايف اخر ان شاء الله. يلا خوت على خير، اللي باقي يعني الحال في جاي الشهر. الله يحفظك اخي، شكرا.